صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في مثل شعبي جميل مصري عبقري كده بيقول الجيران لبعضها. طول عمرنا وإحنا متربيين وعارفين إن الجيرة ليها حقوق. الحس الشعب المصري دايما بيأكد على الحقوق دي، لازم نراعيها ونحافظ عليها عشان الود يفضل ويدوم ما بيننا جميعا. زمان كانت الناس في الشارع كلها عارفة بعضها، مش بس في الشارع، لا ده في الحي كله، كل الناس كانت عارفة بعضها وبتخاف على بعضها. دلوقتي للأسف الموضوع اتغير شوية مع ضغوط الحياة اليومية وضغوط الاقتصاد وغيره والشغل، بقينا كتير جدا ما نعرفش بعض. ممكن نكون ناس ساكنة في عمارة واحدة ومكان واحد ومحدش عارف مين ساكن في الشقة اللي قصاده أو في نفس المكان أو العمارة دي. دي من سلبيات ضغوط الحياة والشغل اللي غيرت شوية من قيمنا المصرية الأصيلة. زمان كنا بنلاقي طبق داير كده بيلف على العمارة كلها، بيطلع من بيت بيوصل لبيت، لا انت عارف الطبق ده خرج من فين ولا هينتهي مكانه فين. كنت تلاقي دايما كل بيت بيبعت طبق فيه أكل أو حاجة حلوة للجار، والجار يرجع الطبق ده بحاجة تانية، ويفضل الطبق طالع نازل نازل طالع بين الجيران. عشان كده كنت دايما بتلاقي الناس مع بعض على الحلوة وعلى المرة، في الحزن قبل الفرح كتفهم في كتف بعض، لأنهم عارفين كل اللي موجود في بيوت بعض. عارفة منا ما ينفعش أبدا الطبق يرجع فاضي طبعا. عيب جدا، من يعني عيب ان انا حد يديني حاجه او جاري يديني طبق فيه حاجه، لازم ارجعه له بحاجه احسن، بس حاجه احسن ومعموله في البيت. بالظبط، ما كانش ينفع مثلا حد يبقى جايب لك حاجه فانت تقوم باعت له شاري مثلا بسبوسه ولا كنافه ولا تورتايه ومودي له الطبق فيها، لا لازم حاجه معموله في البيت. دي من يعني جمال الـ القيم المصريه الجميله، حفاظ على حقوق الجيره. الأديان كلها كمان أكدت واعتبرت أن الجيرة ده حق مقدس من حقوق الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن كان يؤمن باليوم الآخر وبالله وباليوم الآخر فليكرم جاره. يعني فكرة إكرام الجار ده حق مهم جدا على كل إنسان مسلم. مهم جدا نهتم بهذه القيمة، مهم جدا ان احنا نستعيدها مرة تانية. الدفى اللي كان في البيوت المصرية زمان محتاجين نرجعه مع العلاقة مع الجار، لان العلاقة دي ممكن الناس تبص انها حاجة بسيطة، لكن هي في الحقيقة ضمان لاستقرار المجتمع. لو انا احسنت معاملتي لجاري فبالتالي ده بينعكس على طبيعة التماسك الاجتماعي والتكافل والتعاون، وبيشيع كده حالة من حالات المحبة داخل المجتمع. احنا النهارده هيكون معانا فقره عن الود والحب والتعاون بين الجيران، هنتكلم ازاي يبقى في تعاون من جديد، وازاي هيبقى في ود من جديد، واعاده تعارف بين الجيران اللي ما بتعرفش بعضها. مره تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر.
خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا منة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هالة، امبارح كنا متوقعين يحصل انخفاض في درجات الحرارة بس الجو كان حر جدا. ما هو النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة يا منة، بس هو انخفاض طفيف. بس ده الخبر الحلو. اوعديني. الخبر الوحش ان في ارتفاع في نسب الرطوبه. بس في خبر حلو وخبر وحش. على العموم احنا طبعا هيبقى معانا تفاصيل اكتر عن حاله الجو، لكن دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وكالعاده بنبدا جولتنا المروريه من القاهره، تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات نسبيه. اما لو رحنا عند كوبري الجلاف هنلاقي في سيوله مروريه مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية بس هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات، بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام في حركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية وبمطلع ومنزل كوبري أكتوبر. أما بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم فهيكون في سيولة مرورية كبيرة. هنلاقي بعض الكثافات على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني، وبعض الكثافات في محور النصر لغاية المنصة وفي شارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين، طبعا منها ميدان التحرير وروكسي وروعة العدوية. نروح مع بعض الجيزة، هنلاقي ان في شارع فيصل هنلاقي ان فيه كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد بعض التباطؤ في حركة السيارات، بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية. ايضا المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، اما المتجه لمدينة اكتوبر فهيكون فيه سيولة مرورية. وهنلاقي برضو ان في شارع السودان امام محطه المترو مترو الجامع هنلاقي ان في كثافات مرتفعه للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. بتظهر برضو بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، يفضل التوجه لمحور عرابي، وكذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني. ظهرت بعض الكثافات في محيط ميدان النهضه وصولا الى اشاره بين السريات وشارع النيل السياحي، بيشهد محور عرابي كثافات متوسطه للمتجه من الاقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات في محيط كوبري احمد عرابي بسبب الاصلاحات. تعالوا نروح مع بعض محافظة أسيوط، هنلاقي إن قدام مستشفى الجامعة في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين بس بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية، هنروح الإسماعيلية، هنلاقي إن لو ابتدينا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وأخذنا طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، برضو طريق الإسماعيلية الصحراوي في سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، ولكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما أشرنا كده النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. في بقى ارتفاع في نسب الرطوبة مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 35 إن شاء الله، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في كاترين 31 درجة. تفاصيل أكتر هتكون معانا عن حالة الطقس النهاردة بس بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته استقبل نظيره الصربي وقرينته بقصر الاتحادية، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه الرئيس السيسي أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، وأن المباحثات تناولت تبادل الرؤى حول مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا. كمان بالأمس أكدت الحكومة عدم صحة ما تردد حول اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك تماما، المعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. وشددت الحكومة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو حتى في صيانة القناة. تفاصيل وأخبار أكثر في هذا التقرير.
أخبار كتيرة حصلت امبارح. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته نظير الصربي وقرينته بقصر الاتحادية، وتم إجراء مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. كمان امبارح أكد الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظير الصربي في القاهرة أن مصر بتثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، مؤكداً تطلعنا لمشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار الرئيس إلى أن المباحثات تناولت تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، مؤكداً ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. كما تناولا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وأكد الرئيس الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، وأيضاً رفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. كما تطرقا لتطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، وأكدا أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون في منطقة غرب البلقان في ظل دور صربيا البارز في تفعيل مبادرة البلقان المفتوح بما يعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ قواعد الاستقرار الإقليمي. أيضاً رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا في زيارتها لمصر اللي بتأتي امتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا، وجاء ذلك خلال منشور على صفحة السيدة انتصار السيسي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أيضاً زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، وأعربت السيدة انتصار السيسي عن خالص شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد. الحكومة امبارح أكدت عدم صحة ما تردد حول اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وإن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. كما شددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق تعرض لمحاولة اغتيال، وده بعد إطلاق نار عليه أثناء تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا أدى إلى إصابته في أذنه ومقتل شخص آخر كان بجواره، بإضافة إلى إصابة آخر في مشهد تبعناه جميعا بالأمس. وبعد إصابة الرئيس الأمريكي السابق تدفقت رسائل الدعم له من عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، أبرزهم الرئيس الحالي بايدن واللي أصدر بيان تمنى له الشفاء والصحة وقال نصلي من أجله. منذ ساعتين تقريبا خرج دونالد ترامب من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية. تعرف على تفاصيل أكتر معانا على الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ محمد وصباح الخير يا منة. أهلا بيك يا دكتور. تفاصيل ما حدث بالأمس يعني واقعة جديدة على المجتمع الأمريكي بتفتح باب للعنف السياسي، ما حدث بالأمس لدونالد ترامب المرشح الرئاسي في المجمع الانتخابي؟ أعتقد أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب أحسابها تفتح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن الموضوع ليس يعني مهووس عقليا أو بعمل فردي واحد من الديمقراطيين يائس أو من فوز الحزب الديمقراطي أو فوز بايدن بالانتخابات، لا، الموضوع فيه سنايبر، فيه قناص يعني قناص ومحترف. ليه؟ لأن يعني اللي أنقذ ترامب أنه له عادة وهو بيتكلم بيتفاعل مع الجمهور فبيحط ايده الشمال على البوديوم ويلف عشان يكلم الجانب الايمن من الجمهور اللي موجود. الحركه اللي عملها دي هي اللي خلته عمل شيفتنج، يعني اتحرك بسنتيمترات قليله، هي اللي خلت الطلقه ما تجيش في جمجمه وتيجي في الاذن، وهي
وهي اخترقت غالبا صوان الاذن ودخلت بعد كده. على فكره اللي مات واحد والمصابين اثنين حالتهم خطيره. صحيح. والثلاثه من الرجال واللي هم كانوا وراه في المنطقه. غير ان الشوتر قتل ويعني تم اطلاق النار عليه فورا وقتله، لان هو كان بيعتلي مبنى في قباله المقر اللي كان فيه الرالي الانتخابي. فالموضوع بالتاكيد ما هوش موضوع ناس هاوي او الموضوع واحد متضايق او زعلان او واحد معتوه او مجنون، لا لا، الموضوع ممكن يكون له ابعد. دكتور، ليست المره الاولى اللي بيتعرض فيها ترامب لمحاوله اغتيال. يمكن 2020 تعرض لمحاوله اغتيال، 2018 حصل اخلاء لمقر انتخابي له، 2016 برضه حصل محاوله اغتيال. نقدر نقول بالرغم من انها كلها محاولات فاشله، لكن المره دي نقدر نعتبرها يوم فاصل في شكل التاريخ الامريكي، وسارع كتير من المسؤولين انهم على منصات اكس يعبروا عن استيائهم. احنا متخيلين ان ده هيأثر ازاي على شكل السباق الانتخابي في الفتره القادمه؟ هو ما فيش شك ان ترامب هيستفيد تماما بالواقعه، لدرجه ان في بعض الناس تخيلوا انه ممكن يكون هو وراء هذا الموضوع. طبعا ده كلام غير عاقل ابدا، يعني ان لا يمكن حد يغامر بحياته ان تكون هناك طلقه يمكن ان تخترق جمجمته عشان مكسب انتخابي. فالموضوع بالتاكيد يعني لا علاقة لترامب بي، ولا أعتقد لا علاقة ببايدن أيضا بي، لأن الحزب الجمهوري لو فكر في حاجة زي دي يبقى بيحكم على نفسه بالإعدام سياسيا. لن يكون هناك حزب ديمقراطي بعد ما لو ده كان الإجراء، وهو إقصاء الخصم بالقتل يعني، ويعني أنك أنت تنهي الصراع الانتخابي باغتيال الخصم يعني. فأعتقد أن الموضوع بالتأكيد ليس العلاقة ببايدن أو بالإدارة الموجودة بهذا الموضوع، ولكن لا شك أن الموضوع لديه يعني ترتيبات، وأن الموضوع ممكن بعد النهاردة في المؤتمر الصحفي المعمول دلوقتي الاف بي اي قالوا أن يعني مش عايزين نقول أن ده يعني لون وولك اللي هم الذئاب المنفردة اللي هي ممكن تكون عملية إرهابية، ممكن تكون عملية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لغاية دلوقتي كل التكهنات يعني مطروحة. القاتل الشوتر ما فيش معاه أي ما يثبت شخصيته، ولكن هم أخذوا عينة الدي إن إيه بتاعته وخدوا طبعا صور له، بيحاولوا بقى بالبايومتريك في الولايات المتحدة الأمريكية يصلوا إلى معلومات عنه. لم يتم إطلاق أي معلومة عن القاتل لأن في تحقيقات جارية إلى الآن. صحيح. حتى المصابين لم يطرحوا اساميهم، ان لابد من ابلاغ اهاليهم الاول وبعد كده بيتم اعلان المصابين القتيل والاثنين مصابين من انصار ترامب اللي كانوا خلفه في المناطق. دكتور ماك الشرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا حادث سيكون له ما بعده خلال السباق الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالأمس طبعا على موقع إكس كان في عدد كبير جدا من التغريدات والتويتس بتدين مثل هذا الحادث. باراك أوباما تحدث وقال أنه لا مجال للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن أيضا اطمأن على منافسه دونالد ترامب. فبالطبع تداعيات المشهد بالأمس سوف يعني نتابعها خلال الفترة المقبلة، وستلقي بظلالها بالتأكيد على السباق الرئاسي. مشاهدينا، فقراتنا لسه مستمرة معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. ونصبح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وأن الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار راتب على السواحل الشمالية، بس بالليل الجو هيكون مائل للحرارة وراتب على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يعني يا دكتور النهارده انخفاض طفيف كده في درجات الحراره، بس بيقابله ارتفاع في النسب الرطوبه، ده معناه ايه؟ وهل الموجه الحاره كده انتهت ولا لسه مكمله معانا؟ بالفعل هنقدر نقول ان الموجه الحاره اللي كنا بنشهدها بدات تنكسر، لكن بشكل نسبي مش بشكل كبير،
تحديدا كمان على شمال الجمهورية حتى القاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد، مش على كافة مناطق الجمهورية، لأن جنوب الصعيد هيظل يسجل درجات حرارة فوق الـ 44 درجة مئوية. لكن بالفعل يمكن منذ الأمس بدأنا نلاحظ حتى القاهرة الكبرى بدأ الجو يقل عليها شوية من حيث درجات الحرارة. اليوم كمان هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهتبدأ تسجل أقل من الأمس بمعدل درجة لدرجتين. يعني بالأمس سجلت القاهرة في حدود 37 ل 38 درجة مئوية، النهاردة متوقع أنها تسجل في حدود 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وطبعا دي بتكون أعلى درجة حرارة بنوصل ليها، واللي بتكون خلال فترات الظهيرة. وزي ما احنا متعودين دايما كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الجنوب بترتفع درجات الحرارة تدريجي، علشان توصل زي ما قلنا على محافظات جنوب الصعيد لحدود الـ 44 درجة مئوية. وعلى العكس تماما السواحل الشمالية بتكون عليها أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية. وزي ما قلنا في البداية احنا ملاحظين بداية تحسن نسبي في الأحوال الجوية من الأمس، أقل درجات حرارة على مدار هذا الأسبوع هيتم تسجيلها النهاردة وبكرة إن شاء الله، هتكون العظمى على القاهرة ما بين 35 ل 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار. كمان هيكون في اليوم وغدا نشاط للرياح بشكل ملحوظ على العديد من مناطق الجمهورية، سرعات الرياح هتكون في حدود 35 كيلومتر على الساعة، بتصل على بعض المناطق الأكثر من 40 كيلومتر، هتكون كمان مثيرة لبعض الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، يعني مناطق من وسط وجنوب الصعيد ممكن يبقى عليها إثارة لبعض الرمال والأتربة اليوم. كمان بيستمر معنا اليوم وغدا نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط وشواطئ البحر المتوسط اللي بيوصل ل 50 كيلومتر على الساعة، وده بيؤدي بالفعل لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وبيرفع الأمواج هناك لحوالي 2.5 متر. علشان كده لازال التحذير اللي وجهناه منذ الأمس للمصيفين والمستفقين على شواطئ البحر المتوسط، لازال هذا التحذير قائم، بنحذرهم طبعا ونقول لهم اتباع التعليمات أو تعليمات المسؤولين على الشواطئ هناك طبعاً. ولكن الخريطة بتشير طبعا أنه بداية من يوم الأربع القادم هيبدأ يحصل شوية تغير في مصادر الكتل الهوائية. يمكن احنا سبب الانخفاض الحالي هو تغير في مصادر الكتل الهوائية عن الفترة اللي فاتت، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على هذا الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة. لكن من يوم الأربع هيبدأ نعود مرة أخرى لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي من يوم الأربع إن شاء الله متوقع بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مرة أخرى. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات، وهنبدأ من القاهرة. درجة الحرارة العظمى فيها 35 والصغرى 26، والعاصمة الإدارية 36-26، الأسكندرية 33-24، والعلمين الجديدة 33-24 أيضا، مطروح 31-25، ودمياط 32-25، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 38-25، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 24، والعريش 34-25، أما كاترين فالعظمى فيها 31 والصغرى 18، وطوبة 36-25، حلايب 37-30، شلاتين 40-30، أيضا شرم الشيخ 40-30، الغردقة 42-31، فيوم 39-26، وبني سويف 39-25، الوادي الجديد 44-26، وأسيوط 40-26، سوهاج 41-28، وقنا 43-29، الأقصر 44-29، وأسوان 44-30. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي هنعود مرة تانية لمحمد ومنا لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في المنيا هيتم التشغيل التجريبي لمستشفى العدوى المركزي نهاية الشهر الجاري، وفي أسيوط تم إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية لحل القضية السكانية. كمان في القليوبية تم تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح هبوط كوبري كفر شكر، في سوهاج تم فحص 51 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات مصر هنعرفها في سياق تقرير اللي جاي.
بالنسبة لأخبار المحافظات، أكدت محافظة المنيا أن التشغيل التجريبي لمستشفى العدوى المركزي هيكون بنهاية الشهر الجاري بعد تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من الاقتراب من التسليم النهائي للمشروع، حيث أن هذا الصرح بيهدف لتقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي العدوى والقرى المجاورة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة. أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء انطلاق عمل دفعة جديدة من أطباء الجامعات داخل مستشفى العريش العام من أجل توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، حيث أن 17 طبيب في تخصصات متنوعة استقبلهم مستشفى العريش، وبتشمل تخصصاتهم البطنة والجهاز الهضمي والجراحة العامة والأنف والأذن والتخدير وجراحة القلب والصدر والتجميل والعظام وجراحة المخ والأعصاب والأشعة وطب الأورام. كمان مركز مدينة كفر شكر بمحافظة الأليوبية أكد تشكيل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة ومهندسي كفر شكر لمعاينة وجود هبوط جزئي أسفل كوبري كفر شكر بجوار ماكينات تشغيل الكوبري طريق بنها المنصورة وخلل في بعض الأجزاء الحديدية الميكانيكية بقواعد وأعمدة الكوبري، وهو ما أدى لحدوث هبوط في الجزء المتحرك من الكوبري. فأسيوط انطلقت مبادرة الألف يوم الذهبية لحل القضية السكانية من خلال تحسين الخصائص السكانية للأسر المصرية اللي هتسهم في تحقيق التنمية وتخفيض معدلات الإنجاب وصحة الأم والطفل أثناء الحمل والولادة وحتى نهاية العام الثاني للطفل، حيث إنها بتستهدف أول وأهم ألف يوم من حياة الإنسان، وإنها المسؤولة عن تكوين 85% من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية. في مطروح أكدت مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم استخراج 4600 قرار للعلاج على نفقة الدولة لمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية 8,182,000 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري في تخصصات البطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية. أعلن رئيس مدينة مرسى مطروح أن لجنة الشواطئ حددت أسعار بتأجير الشماسي والكراسي هذا العام بمبلغ 150 جنيه للشمسية وأربع كراسي وترابيزة بالشواطئ العامة، مع وجود لوحات إرشادية في جميع الشواطئ مدون عليها أرقام رؤساء الشواطئ وغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة، وده لتلقي البلاغات وشكاوى المصطفين مع الإعلان عن الشواطئ الآمنة التي يمكن النزول والسباحة فيها في حالة تغير حالة البحر. مديرية الصحة والسكان بسوهاج أعلنت فحص 50,756 مواطن ضمن 9 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يونيو من العام الجاري، واللي هتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة. في الشرقية نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية شاملة بقرية صان الإبلية ضمن مبادرة حياة كريمة، فحصت خلالها 2,670 مواطن واستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. من أخبار المحافظات نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع لمجلس المحافظين في الحكومة الجديدة عقب حلف اليمين، كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الأعمال المصري الصربي لبحث المزيد من التعاون بين البلدين. النهاردة تنطلق فعاليات وزارة الثقافة المشاركة في النسخة الثانية من مهرجان العالمين اللي بتقام على مدار 6 أسابيع خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى 28 أغسطس المقبل بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافي، وبتتضمن أكثر من 100 فعالية متنوعة تشمل باقة فنية مميزة بتجسد فيها فنون مصر وتراثها الأصيل. وبتأتي المشاركة بمهرجان العالمين لتتويج التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيماناً بأهمية الفن والثقافة في تعزيز الهوية الوطنية المصرية ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع. النهاردة أيضاً هيبدأ مركز الطفل للحضارة والإبداع أو متحف الطفل خلال الأجازة الصيفية برنامج خاص بتعليم الأطفال مبادئ الدراما والتمثيل المسرحي. البرنامج موجه للأطفال من سن 5 سنين ل10 سنين، وبيهدف لتعليم الأطفال بعض المبادئ الحياتية والسلوكيات الإيجابية واكتشاف مواهبهم الداخلية والتعرف على مجموعة متنوعة من الفنون زي العرائس والتمثيل الصامت وفن الحكي، مما يوسع أفقهم الفنية والإبداعية. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، هيلتقي منتخب أسبانيا مع منتخب إنجلترا في تمام الساعة 10 ليلاً.
طائرة إطفاء بدون طيار، ده مشروع تخرج نفذه طلاب كفر الشيخ عشان يستخدموا الطيارة دي في عمليات مكافحة الحرائق، وكمان تجهيزها بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة بتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. نعرف تفاصيل أكتر يا منى مع إبراهيم محمد، هو ليدر الفريق الخاص بمشروع التخرج. صباح الخير عليك إبراهيم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ منى. أهلا بيك، مبروك عليك المشروع. الله يبارك فيك. يعني بداية كده إبراهيم بقى، حابين نعرف إيه التفاصيل الخاصة بالمشروع، ويعني إيه طائرة إطفاء بتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي؟ طيب، هو في البداية يمكن ده السبب اللي خلانا نختار فكرة شبه كده. الحقيقة إحنا كان قدامنا أفكار كتير، بس السبب اللي خلانا نختار حاجة زي كده إن كان في حادث حصل قدامنا، وللأسف بسبب إن المكان كان في مكان ضيق وصغير، رجال الإطفاء كان صعب قوي إن هم يوصلوا للمكان ده، وللأسف كان في خسائر. فالحقيقة كان قدامنا تحدي كبير اللي احنا ازاي نقدر نساعد رجال الاطفاء ان هم يوصلوا لمكان شبه ده بشكل اسرع، وازاي ان هم يقدروا ينقذوا بالذات لو في اشخاص او اطفال موجودين جوه. فالفكره بتاعتنا او الدروم بتاعتنا متقسمه لحاجتين. اول حاجه، لما عامل الاطفاء بيجي له بلاغ ان في حادث في مكان معين، بيبتدي يفتح عنده ديسكتوب ابلكيشن، بيبتدي يفتح شبه جي بي اس او ماب، وبيحدد من خلاله النقطه او المكان اللي موجود في الحادث. تبتدي الطيارة أو الدرون بتطلع من المكان ده، تروح للمكان اللي في الحادث. في لحظة إن هي تروح هناك، تبتدي تعمل سكان أو مسح للمنطقة كلها، تبتدي تعرف أو تقريبيا المساحة اللي النار مغطياها، تبتدي تعرف إذا كان في أشخاص جوه ولا لأ، وبتبتدي تبعت تقرير أو بتبعت معلومات لعمال الإطفاء. فبالتالي عمال الإطفاء هم في الطريق بيبقى عندهم شبه معلومات تقريبية عن إن هو يعني إيه اللي مستنيهم هناك. طيب، ده اول جزء. طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجه تانية. انتوا احنا عمالين نقول مشروع تخرج مشروع تخرج مشروع تخرج من كليه ايه؟ انتوا كليه ايه؟ انتوا مين؟ كم واحد؟ كل التفاصيل دي. طيب، هي الكليه بتاعتنا هي كليه لسه جديده، هي اسمها كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه كفر الشيخ. والحقيقه كان يعني الرئيس شرفنا بزياره السنه اللي قبل اللي فاتت هناك. احنا 8 طلاب موجودين في الفريق، ومعانا دكتور مشرف علينا. تمام. 8 طلاب من الشباب ولا شباب وفتيات؟ اه، شباب وفتيات، 4 و4. عظيم. طب قسمتوا ازاي بقى؟ عايزين نعرف نقسم بقى، قسمتوا القصه ازاي؟ يعني برضو عشان نقرب الصوره للناس واللي بيتابعونا دلوقتي، طياره زي الدرون عشان تصل الى الاماكن اللي صعب وصول اليها رجال الاطفاء. طيب، الجسم ده او الدرون او الطياره دي مقسمه لايه؟ ووزعتوا المهام على بعضكم ازاي كفريق عمل؟ يعني كان مين بيشتغل مثلا في جزء معين؟ مين اللي بيعمل برمجه؟ يعني كلمنا اكتر عن التفاصيل. تمام. طيب، هو المشروع بتاعنا كان متقسم لثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه وهي السيموليشن، ودي حاجه احنا يعني قبل ما حضرتك تعمل الدرون او بتجربها، لان الدرون يعني ممكن وهي بتطير مثلا ممكن تخبط في حد او ممكن تعمل في اي حاجه. فقبل الحاجات دي كلها لازم حضرتك تجرب في حاجه اسمها سيموليشن. ده بيبقى وورلد او مكان حقيقي بالظبط، لان هي الدرون مثلا هتعمل ايه عليه. فدي اول نقطه. ثاني نقطه، كان جزء الهاردوير، وده كان جزء اللي هو الخاص بحته التصنيع بتاعت الدرون. وده كان قدامنا برضه وقت كبير فيه او تحدي كبير فيه، لان القطعه دي مش موجوده في مصر، فاحنا كنا محتاجين نصنع حاجات كتير قوي من الصفر. وثالث جزء هو جزء السوفت وير، والجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي والاي اي. وده الجزء الخاص ان هو يبتدي يكتشف او يعمل ديتكشن للنار والاشخاص اللي جوه وهكذا. طيب، انا عايز اعرف انتوا كام مشروع اتقدم؟ يعني عايز اعرف القسم فيه كام طالب، كام مشروع اتقدم، المشاريع كانت بعناوين ايه، علشان نعرف كل التفاصيل. طيب، هي الكليه عندنا متقسمه 4 اقسام، ولكن احنا مش بنتخصص في قسم معين، احنا بندرس ال4 اقسام كلها. عظيم. احنا كان عندنا حوالي 12 مشروع او اكتر، حاجه زي كده. كانت المشروع كلها متقسمه في حته المجال الطبي، ده اغلب المشاريع اللي كانت متقدمه. يمكن المشروع بتاعنا كان هو الفريد شويه في حته ان مفيش حد قبل كده عمل درون يعني في الكليه او في الجامعه عندنا يعني. طب تواصلتم ابراهيم بقى مع جهات خارج الجامعه؟ لانه مشروع زي ده طائره اطفاء بدون طيار ممكن تستفيد منه جهات في الدوله، مصانع معينه، وزاره الصناعه، هل حصل اي تواصل بينكم وبينهم؟ ازاي يمكن نقدر نطبق زي مشروع زي ده على ارض الواقع؟
هو الحقيقه في جهات خاصه، بس مش جهات حكوميه، جهات خاصه تواصلت معايا ان هم عايزين يطبقوا الفكره دي في مجالات ثانيه، لان الدرون بس مش مقتصره في حته ان هو اطفاء الحريق او كده، لا احنا نقدر نستخدمها في مجالات كتير قوي، وده اللي احنا حابين نوصله ان شاء الله الفتره الجايه. ففي جهات خاصه كلموني وحابين يطبقوا الفكره دي في مجال شبه الزراعه، في مجال شبه الطب وحاجات شبه كده. طيب هل نقدر نستخدمه في ايه تاني؟ يعني زي ما انتم فكرتم في الفكره دي اكيد فكرتم بعد كده فيما بعد الابجريد اللي هتعملوه، ايه اللي ناويين عليه؟ طيب هو الابجريد اللي احنا كنا حابين نعمله اللي هو في مجال الشحن، ان هي تقدر الدرون تبتدي تشحن بضائع، طبعا البضائع تكون حجمها صغير لان الدرون طبعا ما تقدرش تشيل حجم كبيره. وفي المجال الزراعي ان هي تقدر تعمل مونترنج او تقدر تعمل مسح المنطقة الزراعية معينة وهكذا. يعني في أفكار كتير، بس إحنا محتاجين يعني دعم، لأن زي ما قلت لحضرتك القطعة دي مش متوفرة هنا في مصر، زائد إن هي بتحتاج تراخيص. أعتقد إن دي كانت حاجة كويسة إن القطعة مش متوفرة لها خلتكم تعملوها وتركبوها بإيديكم، أعتقد إن دي كانت فكرة كويسة، وده أعتقد ممكن يثري المشروع ويفرق معاكم كتير. حصل، هو كان تحدي كبير بالنسبه لنا اللي احنا ازاي نقدر نصنع الحاجات دي يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني قدرنا نعملها. طب رد فعل بقى اللي بيناقشوا المشروع، كان في لجنه طبعا ناقشتكم وقيمت هذا المشروع، كلمنا بقى عن الردود، الافعال، ملاحظاتهم الايجابيه على هذا المشروع. طيب هو يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو حاجه زي كده مش يعني ما اتعملتش قبل كده، فهو كان في شبه انتوا ازاي مثلا قدرتوا تجيبوا القطع، ازاي قدرتوا توصلوا للفكره ككل، مين دعمكم وهكذا. كل التوفيق ليك يا ابراهيم، يعني فكره مهمه، وزي ما انت قلت لنا دلوقتي مش بس ممكن تطبيقها في مجال اطفاء الحرائق، لكن ممكن تطبيقها كمان في الصناعه وغيرها من المجالات. طائرة إطفاء بدون طيار، فريق عمل كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ إبراهيم محمد ليدر فريق المشروع، أشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير عليك. في أدلة علمية بتتوقع أن دوران لب قلب كوكب الأرض اللي هو لب الأرض بيتغير بشكل كبير، وفي حالة من النقاش العلمي حوالين سؤال مهم، يا ترى ممكن يومنا يبقى أقصر بسبب دوران لب الأرض؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر وإجابة عن هذا السؤال من الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك دكتور رابح. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير دكتور محمد. هل ممكن يومنا يتأثر بسبب دوران لب الأرض؟ لا أبدا، ده حاجة داخلية داخل الأرض، ولا يمكن ان يتاثر دوران الارض باي عوامل داخليه داخل الارض. دلوقتي في الوقت الحالي ما فيش اي دراسه اثبتت علاقه ما بين معدل دوران الارض او معدل لب الارض، غير ان هو بعض الصخور والتوقعات، تحليل بعض الصخور والتوقعات. دكتور قرب لنا الفكره، احنا عارفين طول عمرنا ان في سرعه لدوران الارض، ايه موضوع دوران لب الارض؟ دي حاجه مكتشفه جديد ولا دي كانت حاجه موجوده من زمان واحنا اللي ما كناش بنلقي عليها الضوء اعلاميا نقارن بينها وبين دوران الارض؟ احكي لنا كده كل التفاصيل لو سمحت. لا هو حضرتك زي ما يعني زي ما اتعلمناها من التعليم الابتدائي خالص، ان الارض بتدور وسرعتها بتبلغ حوالي 1000 حوالين محورها، حوالي 1600 كيلو متر في الساعة. نعم. وإن طبعا علشان إحنا دلوقتي عندنا في مجال مغناطيسي متولد نتيجة دوران الأرض، فالعلماء عندنا لهم نظريات في فرضية توليد المجال المغناطيسي، لأن من غير المجال المغناطيسي ده أن الأرض مش هيكون لها سقف، يعني لو حصلت نشاط، لو حصل نشاط شمسي زي اللي حصل في 8 مايو اللي فات ده، نعم، كان يبيد كل من على الارض. وده لو في الحاله دي لو الارض دورانها توقف والمجال المغناطيسي توقف او دوران لب الارض توقف، مش هيكون عندي مجال مغناطيسي او سقف مغناطيسي يحمي الارض، اللي هو احنا بنسميه علميا الايونسفير والماجنتوسفير، اللي بيحمي الارض من البلازما اللي بتحصل نتيجة انفجارات الشمسية.
فالناس هم طبعا عرفوا ان دوران الارض ده بيتولد نتيجه نظريه الدينامو، ان الكور بتاع الارض اللي هو الداخلي هو عباره عن صلب من النيكل والحديد يحيطه كور خارجي ودي سائل برضه من نفس المواد، ونتيجه الدوران بتاع الارض ده بيسري تيار كهربي من الكور الداخلي للكور الخارجي نتيجه دوران الارض زي نظريه الدينامو بيتولد عند مجال مغناطيسي. طب عشان نبسط يا فندم بس المعلومات للناس شويه وليا يعني بشكل شخصي، عايز افهم، طب حد ممكن بيتفرج وبيسمع حضرتك دلوقتي على الهواء تاثير الكلام ده على الناس او على يعني تداعياتها على الارض ايه؟ يعني ببساطه شديده ده ممكن ياثر على حياتي ازاي؟ هل هي حركه الدوران دي ممكن تكون محسوسه ولا هي حركه غير محسوسه شكل طبيعي بيحصل داخل الارض؟ تاثيراتها على الانسان ايه؟ دوران الارض معروف وثابت والا ما كانش عندنا هبه الليل والنهار. اما الدوران الداخلي ده كل ده عمليه استنباط زي ما انا قلت لحضرتك، عشان المجال المغناطيسي ده يتولد زي عجله الطرد المركزي كده، فبيتولد زي نظريه الدينامو، المجال المغناطيسي من غير المجال المغناطيسي والارض كلها مجال مغناطيسي اي نشاط شمسي هيأثر بصوره مباشره، لان ما عندناش مجال يحفظنا. يعني السولار بلازما لما بتيجي، انت تخيل حضرتك السولار بلازما لما بيحصل اي انفجار شمسي بيبقى عباره عن ملايين ملايين القنابل الهيدروجينيه الحمم جايه داخله على الارض. الارض بالنسبه لها حجمها بالنسبه للحمم دي لا شيء يذكر. فتخيل حضرتك لو ما عنديش مجال مغناطيسي اللي هو بنسميه الماجنتوسفير بيعمل زي بوز السفينه كده اللي هو مقدمه السفينه، فبينزلق كل الجزيئات الضاره والبلازما الضاره دي حوالين المجال المغناطيسي الى خارج الفضاء. من غير المجال المغناطيسي ده الارض تتدمر على طول. فاحنا طولة ما الارض ربنا حافظنا، يعني ما حصل كام مره انفجارات شمسيه وطول الازمنه بيحصل انفجارات شمسيه على طول الزمان، لكن ربنا حافظنا بالمجال المغناطيسي اللي هو دايما موجود نتيجه دوران الارض ونتيجه دوران لب الارض. طيب في جامعة بكين السنة اللي فاتت مختبر ساينوبروب قال إن رصد في الفترة اللي فاتت في الفترة من التسعينات لغاية منذ عامين تقريبا إن في زيادة في الزلازل وإن ده ممكن يخترق النواة الخاصة بالأرض أو لب الأرض، ده ممكن يأثر على طول وقصر اليوم ولا ده ملوش أي علاقة؟ الزلازل ما بتخترق لب الارض ازاي؟ لا، هو احنا بنستدل على الموجات الزلزاليه وانعكاسها داخل الارض، داخل طبقات الارض، بنعرف تركيب الارض، والا لو ما كانش عندنا علم الزلازل اللي موجود حاليا، وان من خلال دراسه وسريان الموجات الزلزاليه ما كناش عرفنا تركيب الارض، وما كناش عرفنا ان الارض بتتكون من كور داخلي اللي هو لب داخلي اي صلب ولب خارجي سائل. فاحنا من خلال الموجات الزلزاليه ديت بنعرف تركيب الارض وما لهاش تاثير على لب الارض اطلاقا. ما حدش يقدر يقول ان لها تاثير على لب الارض، دي تحركات صفائح تكتونيه لان الارض بتعيد اتزانها، بتحاول انها تعيد اتزانها نتيجه ما يحصل عليها من تغيرات من افعال البشر. جميل. الفترة المقبلة هل سنشهد يعني أي تغيرات جيوفيزيقية، تغيرات هتحصل فلكية بنتابعها يا فندم؟ هو التغيرات احنا دايما بنعمل نشرة للكسوف، والكسوف وتراص النجوم والشهب والنيازك، دايما بنعمل نشرات مسبقة قبل الحدث بنخطر بها وسائل الإعلام المختلفة، حتى على موقع المعهد القومي للبحوث الفلكية في صفحة حتى على الفيسبوك بتنشروا فيها أي معلومات عن أي ظاهرة فلكية يعني بالتأكيد. اه بننزل فعلا اللي هو أوقات الشهور العربية والايفنت، بنبقى ندي ايفنت اللي هي الفلكيه، بندي ايفنت للناس ان احنا هيحصل كسوف، هيحصل صحيح. كسوف زي اللي هيحصل في اكتوبر في مصر في الاقصر في مدينه الاقصر. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا.
دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر أنباء موجز الثامنة صباحا مع هالة الحملاوي. اتفضلي هالة. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر البالغ للتاريخ العريق لشعب صربيا، لافتا إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات فيما بينهما. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع نظيره الصربي شهدت الاتفاق على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات، وأهمية الانعقاد الدوري لآلية التعاون الثنائي بين البلدين. وشدد الرئيس السيسي على أن المباحثات مع نظيره الصربي تؤكد التطلع المشترك للبلدين لاستمرار البناء على زخم العلاقات الثنائية، مضيفا أن هذه التطلعات تعكس الطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون في مختلف المجالات. عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها بحضور الوزراء المعنيين. وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متصلة. قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزارتهم. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفان خوري. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية. أكد مصدر رفيع المستوى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تهريب السلاح لغزة هي تغطية لفشلها في تحرير المحتجزين أو تحقيق أي تقدم في أهداف الحرب. وأضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطني القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها في السلطة، مشددا على أن مصر تمسكت برفع الحصار عن قطاع غزة وحرية حركة الفلسطينيين والانسحاب من محور فيلادلفيا ومنفذ رفح. أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي له بولاية بنسلفانيا. وبعد الحادث قال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إنه تعرض لإطلاق نار اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى. هذا وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها، مضيفا أن بايدن تحدث أيضا مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ورئيس بلدية باتلر بوب. أعلنت اللجنة الأولمبية عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 وذلك على خلفية أزمتها مع اللاعبة جنى علوة. وأضافت اللجنة أنه ثبت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال السباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة غير المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية والمقام بمدينة السويس. وأشارت اللجنة في بيان إلى عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد في المشاركة في أي مسابقة دولية بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 لإيقافها لمدة عام حتى 26 من إبريل 2025 بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مفيش أي حد في الدنيا يقدر يعيش لوحده من غير علاقات اجتماعية،
ودي طبعا طبيعة اجتماعية بتدفعنا ان احنا نختلط مع اللي حوالينا عشان نقدر نكون علاقات صداقة مع الناس اللي ممكن تكون موجودة حوالين مننا. تقريبا بنتكلم عن الجيران، أهمية الجيران. جيراننا هم الأسرة التانية اللي بنعيش معاهم وبنعيش وسطيهم، ويمكن نكون بنشوفهم أكتر ما بنشوف أهالينا. يا ترى منا علاقتنا بجيراننا اتغيرت عن زمان ولا لأ؟ كلنا دلوقتي طبعا ظروف الحياة بتاخدنا والضغوط اليومية ممكن كتير جدا، زي ما قلنا النهاردة في بداية الحلقة أنا ومنا ممكن نكون عايشين في مكان واحد في عمارة واحدة، معرفش الجار اللي قصادي، مبقاش في أي علاقة معاه. إزاي ممكن نرجع القيم المصرية الأصيلة دي تاني؟ إزاي نحافظ على حقوق الجيرة؟ ده اللي هنحاول نناقشه مع حضراتكم دلوقتي في صباح الخير يا مصر، مع ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا على الهواء الأستاذة مارلين نبيل الاستشاري الأسري. أهلا بيك. أهلا بيك. علاقتنا بالجار اتغيرت، يعني ما بقتش زي الأول. دايما بنقول يا سلام على الزمن الجميل، وزمان كنا أسرة واحدة، دايما بنسأل على جارنا، بنخاف عليه، لو هو في مشكلة ببقى معاه. القيم دي اتغيرت، علاقتنا بالجار اختلفت دلوقتي. هو خليني أقول إن فكرة الجيران هو كل من يقرب مسكنه مني، يعني أي حد قريب من بيتي فهو جاري. اتغير المفهوم للأسف مع ضغوط الحياة، مع الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ابتدى يحصل مسافات ما بين مش بس الجيران، لكن هي العلاقات عامة ابتدت الناس تخاف من هي تكون بتبادر في أي علاقة. أيوة، بس خلينا برضو نتفق إن فكرة الناس اللي جوه حياة بعض والناس اللي عارفة تفاصيل بعض دي برضو حاجة مش مريحة. على حسب المسافات اللي أنا بديها للناس، بس الحقيقة اللي هو عنده جار كويس يعني بيحظى بحياة سعيدة. لو أنت يعني رجعت حياتك كده أو دلوقتي حتى طول الوقت لو عندك جار كويس الحياة بتختلف. وده بيأثر علينا نفسيا بطريقة كبيرة جدا. يعني أنت لو عندك جار كويس أنت بتخرج صباح الخير، في ابتسامة في وشك، وبتقدر أن يكون في حوار لطيف، هو أقرب شخص ليك أكتر من أهلك حقيقي، زي ما أنت بدأت بالكلام، لأنه أوقات كتيرة الجار بيبقى أقرب من العيلة، أقرب من الأخ، أقرب من الصاحب، لأن وقت ما هتحتاج حاجة أو يحصل عندك ضرر هو أول واحد جنبك هو مين؟ جارك. فلما بتبقى محظوظ أن يكون عندك جار كويس. زمان كانوا بيقولوا اختار الجار قبل الدار، يعني اختار الجيرة قبل ما المكان اللي أنا هسكن فيه أو عايش فيه. طيب عايز اسالك كده، ايه حقوق الجيران؟ حقوق الجيران الموضوع يمكن يبان واحنا بنسمعه عن الجيران موضوع بسيط، لكن الحقيقه هو موضوع كبير جدا، موضوع حياتي. حقوق الجيران انه انا لازم اعرف ان انا ما ضرش الجار، لا ضرر. انه انا دايما الناس بتعتقد الحريه في ان انا اخد راحتي في بيتي، وان انا اكون عايش حياتي جوه بيتي ماليش دعوه باللي قدامي. فبنلاقي انه مثلا ممكن نلاقي حد معلي التلفزيون بصوت عالي جدا، او صوت موسيقى لوقت متاخر عالي جدا، فهو بيقول انا حر. بس حقيقه انت مش حر جوه بيتك، انت عندك حق لجارك بان انت تحترم اللي قدامك بمسافته وما تتعدهاش. صحيح. فكرة كمان حق الجار في أنه أنا ما تلصصش على الجار ولا كمان هسمح بده. يعني بنشوف مشاكل كتيرة جدا في العلاقات الأسرية، ويمكن الوقت اللي فات احنا عندنا ضغوط رهيبة الحقيقة جوه البيوت وجوه العائلات، فمن ضمن المشاكل فكرة التلصص. تعال شوف لما نسمع مشكلة أو صوت عالي يبتدوا يفتحوا علشان يتلصص على غيره. فحق جارك انك تحفظ خصوصيته، ما تتلصصش عليه. طيب حق جارك اذا طلب منك مساعده انت تجري عليه، انت تساعده، بعيدا عن دينه، بعيدا عن لونه، بعيدا عن جنسيته، هو جار ليك فهو اولى بالمساعده منك، لانه في يوم انت كمان هتحتاج. هتلاقي انه اول واحد بيقف جنبك في الفرح، في حاجه عزا عندك، في وقت شده انت محتاج لحد يقف جنبك. في حاجات كتيره جدا مش بتعدي في الحياه غير لما يكون حوالينا ناس حلوه وواقفه جنبنا من الجيران. طيب
احنا بنقول ان احنا نبقى واخدين بالنا من حريتنا ما تاثرش على اللي حوالينا. لكن خليني اقول لك بقى وجهه النظر الثانيه، انا في بيتي مش عارف استريح في بيتي، مش عارف اعمل اللي انا عايزه في بيتي، لو انا مش عارف اعمل ده في البيت هعمله فين؟ ما هو ده البيت، المكان، السكن، الامان، الراحه، المكان اللي بتصرف بيه من غير قيود، من غير ما انا بريح، انا في البيت. مش معقوله الناس عندها رولز 24 ساعه. رولز من ناحيه ايه؟ ايا كان بقى، يعني عايز اسمع مزيكا بصوت عالي، عايز لو سمعت صوت عالي حضرتك بتقولي انه يتلصص، قد يكون بيتلصص وقد يكون بيبادر انه يعرف علشان يلحق يساعد. بصي، هو في فرق، يعني انا بساعد دايما انا وجهه النظر الثانيه، في فرق من انا اخد حريتي جوه بيتي، فانا مش مقيد طول الوقت بان انا بعمل اللي بيناسب اللي حواليا. اوكي، يعني انا في بيتي انا بحتفل مع اولادي، انا بعمل تجمعات مثلا لطيفه، انا الموضوع طول ما مش بيأذي حريه غيري انا ما فيش مشكله. لكن حريتك بتقف امتى؟ لما تيجي تتعدي على حريه غيرك. فانا مثلا لو انا بنشوف مشاكل كتير على فكره، الموضوع بيبان بسيط، مثلا لو تلاقي مشكله وتلاقي جروبس او ناس كتير بتتكلم عليها، لو حد مش بيراعي مثلا المايه بتنزل من التكييف على غسيل مثلا، فتلاقي كم مشاكل مرعب. ده بس ده مفيهوش حريه، ده اذى مباشر. ما هو بصي، هو الفكره انه انا بقيت مش مبالي باللي حواليا. ما هو يعني لازم احط الفرق، لو انا مش مبالي وبراعي اللي حواليا هاذيهم بشكل او باخر. فطول ما انا ما بتعداش على غيري، خد حريتك، اتبسط في بيتك، لكن كمان خلي بالك من جارك انه ليه حق عليك. حريتي بتنتهي عند حريه الاخرين بالزبط. او بدايه حريه الاخرين بالزبط. طيب انا رحت مكان جديد، بسكن في مكان جديد، بيت رحته، فاول خطوه لازم اتعرف على جيراني الجداد. لو حبني علاقة سليمة وجيدة مع جاري، أبتدي أعمل إيه؟ إيه الخطوات اللي أعملها عشان أضمن جيرة طيبة زي ما بيقولوا؟ الموضوع بسيط جداً. إنه أنا بفتكر في سكن جديد كنت لسه بنقل مبروك ثانك يو وبعدين كان في وقت في شهر رمضان، فلقيت جارتي طلعت طبق حلو وطبق، وصدقني بجد اتفاجئنا يعني. فالموضوع كان لطيف جدا، انه ممكن اللي قدامك بحاجه بسيطه قوي خلاص انت كسرت حاجز معاه بفكره التعارف. فانا لو خبطت مثلا بكيكه بابتسامه لطيفه، انا فلان اللي قدامك، انا جارك الجديد، الموضوع مش محتاج مجهود، وكمان ما اخترقش خصوصيه اللي قدامي. لطيف قوي ان انا اكون بتعرف على الناس، لكن مش بدخل بطريقه تزعجهم. دي بقى اعتقد النقطه الفاصله، دي النقطه اللي بتخلي الناس تخاف تسوشيلايز او انها تبقى في بينهم علاقات. الخصوصيه بيبقوا خايفين يقربوا، لسه الموضوع يبقى مفتوح تماما وما يبقوش عارفين يستريحوا ويتعايشوا مع بعض. يبقى خلينا نتعلم مبدا، وهو مبدا الحدود الصحيه. والحدود الصحيه بتتحط مش بس مع الجيران، لكن بتتحط في حياتي مع اي شخص. دي بتخليني اكون بتعامل مرتاح، بدي وانا مرتاح مش متضايق. يعني بفتكر مشاكل كتير من ستات بتقول انه انا ببقى مكسوفه ارفض انه مثلا هي بتقولي عايزاكي تروحي معايا المشوار الفلاني، او عايزاكي تاخدي الاولاد تخليهم عندك، انا ببقى مكسوفه ان انا اقول لا. الحدود الصحيه، لو حد قال لي خدي الولاد عندك هقطع معاه فورا، اصلا هسيب اولادي معاك. انا عايزه اودي اصلا اولادي، هسيب اولادي كده، هسيب البيت اصلا واشوف بيت تاني يعني. ايوه هعزل يعني. حقيقي يا جماعه، بصوا هنا تنتهي حدود الجيره تماما. خليني اقول لكم ان في مراحل من تعديه الخصوصيه رهيبه، يعني احنا بنشوف مشاكل كتيره جدا وعلى حسب المكان. يعني خليني اقول، نتفرج مع بعض على التلفزيون في وقت حد عايز ينام، او في حد بيعمل امور بيته، يعني الحدود بتختلف. خليني برضو، هي مش واحدة، لأن مثلا أنت لو نزلتي الصعيد مثلا فبتلاقي الأمر مختلف خالص، هم عندهم الباب تقريبا مش بيتقفل، صحيح مفتوح، بتلاقي الحياة مفتوحة على الجيران طول الوقت، طبيعة المجتمع كده. فإذا في مشكلة، المشكلة بتعم في البلد كلها. إذا في فرح بتلاقي الفرح في البلد كله. فالحدود بتختلف من مكان لمكان، بس خليني أقول لك إنه العادي بقى بتاعنا ان الحدود، ان ما تخليش انت ما تبقيش مفتوحه للاخر، ما تسمحيش ان انت تحكي في تفاصيل خاصه بيكي
وبعد كده ترجعي تندمي ان انت حكيتي اصل فلانه بتتدخل، اصل فلان لقيته بيتكلم معايا. انت اللي سمحت في الاول. بالظبط، احط حدود صحيه بردود كلها ذوق. الموضوع مش محتاج مجهود انه ان انا ابقى مش ذوق او طف او طريقتي صعبه، بالعكس موضوع بلطافه جدا انه انا مش بقدر اعمل كده، او حد سال سؤال زياده فانا يعني بعتذر او برد بطريقه فيها حدود انه مش صح او مش احلى حاجه. عجبني تعبير حضرتك الحدود الصحيه، مهم جدا ان انا اضع حدود صحيه مع كل المحيط، سواء في العمل في الشغل في البيت المحيط الاسري، ده يتحط بشكل سليم والطرفين يبقوا عارفين ايه هي الحقوق والواجبات. طب انا دلوقتي حطيت الحدود الصحيه دي والطرف الثاني او الجار لم يلتزم بيها مره واثنين، وزي ما حضرتك بتقولي اتعاملت بشكل لطيف في ذوق وده حقي وهو تمادى في ده، اتصرف ازاي؟ اكون واضح في حدودي. هي لو شفت حد متطفل، لو شفت حد بيتدخل بشكل هيأذيني او هيأذي بيتي او هيأذي ولادي، ده ممكن يعيشني حياه فيها ضغط رهيب. طب يعني ده هيأثر على بيتي، فاكون واضح انا ايه اهم بالنسبه لي، اني احافظ على بيتي ولا احافظ على علاقه بره بيتي. فانا لو شايف اولوياتي وانا في حياتي، فانا هقول انه لا معلش انا لو هحط حدود مع الجار ده لانه ابتدى يأذيني، فهنا لا انا ليا حق كامل اني اقول له انا بعتذر، انا مش عايزه اتكلم في الحاجه دي. فمره في مره كلمه لا بتزعل اوقات، خليني اقول ان هي تدريب ان الشخص اللي قدامي يمكن ما بيعرفش يحط حدود، يمكن هو في بيته فعلا هو شخصيا ما بيعرفش يحط حدود، فبيمارس ده بشكل من غير ما يحس على اللي قدامه. فهو بيجي بيعاملك زي ما بيعامل، وممكن يكون نيته كويسه، مش قصده ان هو يكون بيتدخل بشكل جامد يعني، او ده متعود على كده. فاحنا نعمل له تدريب، يمكن التدريب يكون قاسي شويه بس ما فيش مشكله خالص، ان احنا نقول لا، نتعلم نقول كلمه لا. صحيح. انه انا مش فاضي بطريقه لطيفه برضو، هرجع اقول انه لا انا مش فاضي، اول مره هيزعل وممكن يقفل بابه ايام وما يبقاش الموضوع لطيف، تاني مره هيبقى يحس انه انا متكبر فيها او انه انا شخص مش سلس، تالت مره هيفهم ان دي طبيعتي فهيلتزم بالحدود. جميل. طيب في حاجه بتحصل ان في بعض الاسر بتكون منطويه على نفسها، بتبقى حريصة على وضع الحدود وقد تكون مزودة في وضع الحدود، وأعتقد أن ده من حق الناس أن هي تقرر في أي درجة تكون منفتحة على اللي حواليها وبأي درجة تكون مشاركة. بنلاقي بقى ردود الأفعال من بعض الناس اللي هو لو إحنا بنتكلم في عمارة وفي مثلا جروب عمارة، الأسرة دي بتبقى منبوذة مثلا بشكل أو بآخر، مش هم دول مش عايزين يبقوا معايا، طب خلاص أنتوا شو جديد خالص وإحنا مش هنحسبكم خالص. هل من حق الناس انها تعاقب بعض اجتماعيا او تعزل بعض اجتماعيا والعكس صحيح؟ في اسر بتبقى منفتحه جدا فالناس بتعتبرها وكانها موجوده خالص ومتاحه طول الوقت، وازاي نبقى عايزين نتواصل معاهم دلوقتي وفي وقت يقولوا لا، مع انهم طول الوقت متاحين. الاكستريم من الناحيتين او يعني المبالغه في الناحيتين ده كيف يتم التعامل معاه؟ بصي، الانغلاق انه انا كاسره انغلق على نفسي ليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها ان انا كل تفاصيلي بتبقى جوه بيتي، خلاص انا مركز، بس دايما بيبقى حاسس بغربه. خلي بالك ان دايما احنا هتلاقي السكن غالبا دلوقتي انت مش قاعده جنب ماما، يعني انت مش جنب اهلك. صحيح. فانغلاقك على نفسك انت دايما هيبقى عندك احتياج لعلاقات بره البيت، بفكره ان انت تشوفي حد تاني، ان انت بتخرجي مع حد تاني، اولادك لما بيكبروا كمان بيبقوا عارفين اولاد الجيران، فالموضوع بيبقى انت بتتحرم من ميزه جميله بفكره العلاقات اللي حواليكي. ففكره احساس الغربه دايما انه شخص مش موجود في بلده، شخص مش موجود في المنطقه اللي موجود فيها اهله، كل ده بيخليك انت حاسس انه دايما في غربه، حاسس انه لو حصلت معاك مشكله عقبال ما هيجي حد قريب ليك الموضوع انت اللي بتستفيد منه. طيب احنا كمجتمع لينا حق ان احنا نحكم على حد ان هو منغلق او ان هو يتحرم من حقوقه علشان هو مش منفتح معانا؟ لا خالص، بالعكس بنحترم ده جدا ومفيش مشكله انه طول ما هو ليه حق ياخده، مفيش حاجه اسمها بقى دي اسره منفتحه دي اسره منغلقه، هو ساكن بالنسبه لنا ليه حق زيه اي حد،
لكن نحترم خصوصية كل واحد وطريقة كل واحد، لأن يعني في النهاية مش نعرف نفرض نفسنا على الناس. بالظبط، ما عاقبش حد اجتماعيا زي ما قالت منة، ما ينفعش عاقب حد اجتماعيا. طبعا. من الكلمة دي للخوف الاجتماعي، في تعبير كده، في ناس عندهم خوف من إقامة العلاقات عموما، وبعدين بيبقى فيها تحتها أكتر من مبرر مارلين، يعني مثلا يقول لك أنا بالعافية بشتغل كل يوم وعندي ضغوط ومشغول، مفيش وقت حتى لبيتي، أمال أعمل إيه للجيران اللي عايزني دايما أسأل عليهم وأتكلم معاهم وغيره. فكرة الخوف من إقامة العلاقات مع محيطي اللي هو حوالين بيتي الجيران دي، ممكن نعالجها إزاي؟ هو أنا خايف ولا مش فاضي؟ لو أنا خايف بحتاج أرجع نفسي. ليه؟ لأنه أنا لو خايف إذا أنا تعرضت لإيذاءات معينة، إذا أنا طلعت بمشاكل من علاقات قبل كده في حياتي، فأنا بقيت مخليني أخد خطوة لورا دايما من ناحية أي علاقة في حياتي مش فكرة الجيران. فأنا يمكن محتاج أراجع نفسي في الحتة دي وأعرف ليه أنا بتصرف كده. بس إحنا كبار كفاية إن إحنا نقدر نتعلم بالملاحظة، مش لازم نبقى نتعلم بالمشاركة. يعني ممكن الناس تبقى شايفة اللي قدامها، الأجواء ممكن تكون بتعمل مشاكل، شايفة إنها اللي حواليها دخلوا في مشاكل، فهو مش لازم يدخلوا في مشاكل علشان يبقى عندهم باد إكسبيرينس أو يبقى عندهم تجربة سيئة وما شايفين المحيطين بيهم. فعلى أساس ده في الحالتين، سواء في الانخراط في العلاقات أو في البعد عن العلاقات مع الجيران. حلو جدا إنه أنا يكون عندي نضوج كافي إني أقدر أشوف ده. بس خليني أقولك إنه أنا لازم أعي إن أنا في مكان، عشان كده بيقول اختار الجار. هو ده في مثل شعبي بيقول الجار قبل الدار. يعني فكرة إن أنا لما باجي أختار سكن، أنا بختار في مكان أنا عايز أكون مرتاح فيه، لأنه ده بيتي، ده اللي أنا برجع من شغلي محتاج أكون مرتاح فيه. فأنا بختار المكان اللي أنا هسكن فيه محتاج أكون مكان هادي. عندك حق جدا. بس يا ترى لو أنت ساكنة في مكان مزعج، أنت هتعرفي تكملي حياتك؟ تمن البيت مش بيبقى بتمن المكان، بتمن الناس اللي حواليك. صحيح. إزاي بقى أرجع القيم الجميلة اللي احنا تربينا عليها وشفناها في الحارة المصرية، في الحي المصري القديم تاني؟ ولا خلاص لكل عصر زي ما بيقولوا كده قيمه وأوانه؟ زمان كان في ترابط شديد جدا، الشارع كل حد عارف التاني، كل واحد بيخاف على جاره. الزمن ده كان مختلف عن الزمن اللي احنا عايشين فيه، ايقاعه سريع، في ضغوط شديده جدا، تركيبه حتى المجتمع اختلفت. نقدر نقول كده بعين الاستشاري الاسري، ولا ممكن نرجع القيم الجميله بتاعه زمان؟ لو زي ما حضرتك رحتي البيت الجديد فحد جاب لك طبق حلويات، فبالتالي اكيد رجعتيه بطبق اجمل واحلى. القيم الجميله دي ازاي نرجعها مره تانية في حياتنا؟ هقول لك حاجه بسيطه كده، انه الحياه عامله زي كوبايه الشاي المر، مليانه ضغوط ومليانه تعب. فانا لو مسكت كوبايه شاي وحلتها وحطيت فيها 3 معالق سكر وفضلت اقول انه بعد شويه هتبقى طعمها حلو، هاجي ادوق هلاقيها طعمها مر. ولو قعدت اتمنى في خيالي انه هي تفضل طعمها حلو، هتفضل طعمها مر. ليه؟ لاني ما بذلتش مجهود فيها بني ادوب السكر. صحيح. موضوع محتاج مننا مجهود شويه، محتاج مننا ان احنا نحط احنا التاتش بتاعنا. هنبذل مجهود، يمكن مش محتاج مجهود مادي، الموضوع بسيط جدا، ان احنا بكلمه لطيفه، بسؤال على جارك، بمشوار لطيف، ان احنا نخرج مع بعض ونقعد قاعده مع بعض، ما عنديش وقت للكلام ده، اني اسال سؤال حتى على اللي جنبي بالتليفون، ابتدي اعمل مكالمه، رساله لطيفه لجاري او جارتي. طول ما انا مش بخترق خصوصيه اللي قدامي، طول ما انا مش باذي اللي قدامي، اللي قدامي هيكون بيتمنى مني اي حاجه. صحيح. يعني والناس مش محتاجه على فكره الحاجات الضخمه، كلمه طيبه ممكن تغير يوم شخص قدامك. طبعا. فالموضوع مش محتاج مجهود، الموضوع محتاج حاجات بسيطه جدا مننا، يمكن مجهود اكسترا على حياتنا، بس هتخلي حياتنا زي كوبايه الشاي الحلو. طيب احنا خلاص نقلنا معاكي في المكان الجديد وعايزين نتعرف على الناس اللي حوالينا، هنعمل ايه من غير ما نعمل على نفسنا عبء نفسي ومادي، وفي نفس الوقت من غير ما نقتحم خصوصياته؟ اول حاجه انه انا لو نقلت في سكن جديد ابتدي اني اتعرف على الناس، موضوع مش محتاج مني اجتماع يتعمل، انا بخبط على الناس وبعرف نفسي انا فلان
لو متجوزة بقول أنا متجوزة عندي أطفال ومبسوطة أني أكون جنبكم بكل ود. لو في حاجة لطيفة مثلا كانديز يعني أو تشوكلت أو أي حاجة بقدمها للناس اللي قدامي. ويريت ده في حالة وأنا رايح أتعرف عليهم ولا في حالة هما جايين يزوروني يتعرفوا عليهم؟ لا وأنا رايح أتعرف عليهم ومش بدي الحاجة في طبق علشان يعني ما يبقاش مستني أن هي ترجع بحاجة علشان الناس ما تحسش بعبء في صحيح الموضوع. صحيح. يعني خليني في البداية أكون لطيف وخفيف ولايت كده علشان الناس تبقى يعني عندها استعداد بعدين لما تشوفني تبقى مبتسمة. بس طبعا لو في اولاد في نفس الاعمار بيبقى لطيف قوي ان احنا نكون بيتعرفوا على بعض بيلعبوا مع بعض. الموضوع بيبقى جميل لانه احنا اقرب ناس. يعني سعادتنا بتبدا من سعادتنا بالجار، يعني طبعاً. زي ما بيقولوا من جور السعيد السعيد يسعد يعني. طبعا. فبشكرك شكرا جزيلا مارلين نبيل الاستشاري الاسري، نورتينا وشرفتينا ورب كده جيره طيبه دايما لكل الناس ما فيهاش اي اذى ولا فيها اي تدخل في خصوصيات حد. الابتسامه الحلوه زي ما انت قلتي ممكن تغير من يومك كله وتخليك يوم عايش يوم افضل واحسن بكتير. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمره معاكم، خلينا نروح لفاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر. طبعا التدخين عادة سيئة ومضرة للغاية، لكن المشكلة الأكبر لما يبقى فيه أب أو أم مدخنة بتدخن أمام أطفالها في البيت. التدخين داخل البيوت أمام الأطفال مشكلة كبيرة جدا وليها تداعيات سلبية مش على صحة المدخن بس، كمان على صحة الأطفال. الطفل ممكن يصاب ببعض الأمراض في جهازه التنفسي، ممكن يعاني من أمراض كبيرة يعني بعد كده لما يكبر. والشق الثاني كمان المشكلة الكبيرة أنه بيقلد، بيشوف الوالد اللي هو المفروض القدوة والوالدة وهي بتمارس هذه العادة السيئة عادة التدخين. هنتكلم في هذه الفقرة يا منى عن خطورة التدخين أمام الأطفال. فكرة التدخين في حد ذاته قدام الأطفال يا محمد بتخلي الأطفال عندهم ارتباط ذهني كده بأنه بيكبر لما بيبقى ماسك أداة التدخين، إن هو بيشوف كان لفترة طويلة قبل مثلا ما الحملة اللي عملتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنها تقدم دراما خالية من التدخين، وده كان موجود في رمضان اللي فات في الأعمال اللي موجودة. كان في فترة كده طالع في الأعمال الدرامية إنه الناس وهي متعصبة تقوم مولعة سيجارة وكأن ده شيء بيخرج الستريس، فارتبط الموضوع ده في ذهن كتير جدا في فترات طويلة بأنه هو ممكن يكون حاجة لطيفة. ايه بقى خطورة التدخين ده؟ ايه خطورة الصورة الذهنية دي انها تترسخ في ذهن اطفالنا؟ التدخين يا ترى ممكن فعلا يأثر على الأسرة ويخلي التدخين السلبي يأثر على الأطفال؟ دي أسئلة هنعرف إجابتها من الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية سابقا. صباح الخير يا دكتور، حضرتك منورنا، أهلا وسهلا. نورك. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا محمد، صباح الخير السادة المشاهدين. أهلا وسهلا، أنا سعيد بوجودي معاكم جدا. إحنا سعداء بوجود حضرتك معانا. دكتور، بنتكلم بقالنا سنين عن التدخين وآثار التدخين والبيوت اللي فيها تدخين، ولغاية دلوقتي التدخين موجود ولغاية دلوقتي البيوت فيها تدخين. العادات دي ما اختلفتش مع الدعم الإعلامي ولا مع الكلام اللي بقالنا سنين بنقوله؟ هو طبعا للأسف هو الدعم الإعلامي والحاجات دي ساهم في الدول المتقدمة في تقليل المدخنين فعلا. يعني الدول المتقدمة فعلا بقت بتقلل من التدخين بسبب القوانين الرادعة المعمولة وحظر التدخين في أماكن كتير، بيخلي التدخين في أماكن يعني مش مريحة، دايما أماكن مغلقة، أماكن المدخن بتتعبه، بتبقى بعيدة. فغير إن هم طبعا زاد قوي الـ 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 الوعي والحاجات دي بالحاجات دي، فللأسف التدخين بيزيد في الدول النامية اللي زي دولنا زي بلادنا. يمكن احنا مش بنطبق برضو القوانين صحيح بدقة وبشدة على المدخنين، بتضيق عليهم علشان زي ما بيقولوا نقرفهم عشان يبطلوا تدخين. فما زال التدخين مشكلة كبيرة في مصر، بالرغم كلنا ملاحظين ارتفاع أسعار السجاير وأسعار كل أنواع التبغ، الناس مستمرة في التدخين. وما اعرفش يمكن
السيجارة برضو ممكن للإنسان الفقير أو يمكن هي تعتبر برضو أرخص متعة بالنسبة لمتع كتير زي المسرح أو السينما أو الأوبرا اللي احنا نقدر للأسف هي متعة قاتلة للأسف يعني بعد كده طبعا هي متعة للصحة يعني طبعا قاتلة وإحنا زي ما حضرتك بتقول التدخين السلبي إن احنا بيوتنا كلها برضو بيوت صغيرة مش عايشين في فيلل أغلبنا ولا غرف مغلقة على أولادنا وعلى زوجاتنا فالتدخين السلبي خطير جدا غير الازدحام الشديد اللي عندنا في المواصلات وفي المولز والحاجات دي أماكن برضو مغلقة فالتدخين السلبي اقترب أضراره من التدخين الإيجابي على المدخن وعلى الغير مدخن طب أثر هذا التدخين السلبي كتير من الأباء المدخنين في بيوتهم ما بياخدش باله بيبقى عايز يشرب سيجارة فيشرب السيجارة أمام أطفاله وزي ما حضرتك قلت البيوت بتبقى يعني ما هياش متسعة جدا فبالتالي بيبقى ابنه أو بنته جنبه وهو بيدخن السيجارة دي عايزين نقول للأباء المدخنين اللي بيدخنوا أمام أطفالهم خطورة ده على الجهاز التنفسي لهذا الطفل الذي في طور النمو زي ما بيقولوا أنا بتجيلي الزوجة مثلا وهي زوجها وهي مريضة فبقول لها زوجك بيدخن يوم ردت لا بس بعيد عنها أقول له في الجنينة بتاعت الفيلا على طول أقول لك لا والله بس ببقى في الشباك ومشغل الشفاط وفي المطبخ كل ده ملوش تأثير احنا بيوتنا ضيقه والتدخين السلبي بيأثر على الزوجة أولا إذا كانت يعني هو ليه تأثيرات يعني مبدئيا لو أنت ناوي زوجين وناويين الحمل مثلا بيأخر الحمل لو حصل حمل ممكن ينهي الحمل مبكرا يعني انت زوج بتدخن ومتزوج حديثا ممكن يسبب اجهاض مبكر بعد كده ممكن يسبب تشوهات للجنين اثناء الحمل حضرتك بتتكلم في حته تانية خالص ده احنا مش بنتكلم عن الحامل المدخن انا بتكلم عن احنا بنتكلم عن الزوج اللي لسه بيحاول الزوج المدخن اللي متجوز واحده مش مدخنه امال المدخنه بقى المدخنه نفس نفسها. التاثير التدخين بيأثر عليها على الجنين بيأخر حملها اذا كانت ناويه الحمل بيسبب اجهاض مبكر بيعمل تشوهات في الجنين اثناء تكوينه بس دي بنسبه كبيره يعني برضو عشان الناس ما تتخضش هل ده بنسبه كبيره يعني في ابحاث علميه بتقول فعلا طبعًا ده بيحصل طبعا بس مش بنسبه كبيره في ابحاث بتؤكد هذا الكلام انه لوحظ انه السيدات الحوامل المدخنات بيحصل عندهم تشوهات في الجنين وبيحصل اجهاض مبكر ودي بتلاحظ بتعمل بحث على عدد كبير من الحوامل بيشاف ليه حصل الاجهاض فبيلاقي نسبه منهم كبيره اغلبها كانوا مدخنين فبيثبت ان التدخين له علاقه بهذا الموضوع طبعا ده التاثير المباشر في تاثير او السريع كمان على انما تاثير الاب او الام اللي بتدخن في البيت على اولادها زي ما قلتوا تاثير القدوه ان هو بيشوف والده او والدته بتدخن فبيفتكر ان دي حاجه كويسه وعايز يقتدي بيها ولو ان انا ما اقتديتش بيها انا خدت اثر عكسي لما شفت والدي بيدخن الله يرحمه كرهت التدخين لانه لكن بتسيب الاثر ده الطفل بيقول لك والدي بيدخن وايه اللي بيحصل ده الاثر البعيد بتاثر على جهازه التنفسي لو الطفل صغير بتسبب له ربو تسبب له التهاب في الشعب الهوائيه لو هو عنده حساسيه اصلا ممكن تعمل له ازمات ربويه انا بسال اي ام جايبه طفل تقول لي كحه مش عايزه تروح من عنده طب عندكم في حد بيدخن اول سؤال تاني سؤال هل في حيوانات اليفه في البيت دي من الاسباب اللي بتعمل حساسيه فالتدخين من الاسباب اللي بتعمل حساسيه وبتسبب ازمات ربو شديده عند اطفالنا ده غير طبعا انه بتاخر النمو العقلي ليهم يعني التطور النمو العقلي والتطور الدراسي والحاجات دي بتاخره اذا كنا حريصين قوي وانا شايف يعني الحرص اولياء الامور واقفين على ابواب المدارس علشان الثانويه العامه والامتحانات فانت ما تدخنش في البيت ما تفتكرش ان انت لما بتدخن بعيد ما فيش حاجه اسمها بعيد فين وخصوصا كمان في التدخين مساء يعني دايما الزوج بيرجع بالليل ويبقى البيت مغلق مقفل صحيح. مفقول وبعدين يقول لك طب هي الازمه بتيجي ليه بالليل الازمه بتيجي نتيجه تراكم
الأبخرة والتبغ والحاجات دي في سقف الحجرة أو سقف المنزل وتبتدي تنزل وتسبب أزمة على الساعة 2 الفجر الساعة 3 الفجر عند مريض عند طفل عنده حساسية صدر. الموضوع له علاقة بالتهوية كمان يا دكتور؟ يعني إذا كان شر لابد منه بشكل أو بآخر وهو مش لابد ولا حاجة بس إذا كان موجود بالفعل نتصرف يعني التهوية إن إحنا ننام في أماكن مفتوحة الأب اللي راجع من بره وريحته سجاير ده يدخل على الدوش على طول يعني إيه طبعا ما أنا يعني كويس النقطة بتاعت اللي ريحته سجاير دي لأنه فعلا يعني بتبقى بتعلق في الملابس بالزبط. وبتعلق في البيت في الستاير وفي السجاير ومع الأطفال حتى هو قاعد بيبقى ولاده أو طبعا والطفل نفسه بيبقى قريب من الأسطح دي يعني الطفل بيبقى قريب من الأسطح دي. التهوية مهمة جدا زي ما حضرتك قلتي بس قوليلي نعمل ايه في الجو الحار ده اللي الناس بتقفل ومشغله التكييف يعني التهويه بقت صعبه حتى في الشتاء في الصيف كنا زمان بنهوي في الصيف دلوقتي الحر الغير طبيعي اللي احنا كله انا ببص على المساكن المجاوره الاقي كله قافل وكله مشغل التكييف فكلها بتعبي ادخنه وكفايه علينا قوي التلوث الخارجي كنا لسه بنتكلم على الجيران وفي الحلقه في الفقره السابقه وعايزين نقول للجيران اللي بيدخنوا يعملوا حساب جيرانهم لان هم فاكرين ان هم احنا كل بيوتنا قريبه من بعضها انا شخصيا بشم ريحه الدخان من جاري مش عايز اقول مين علشان ما هو بيتفرج علينا على الهواء دلوقتي لازم ياخد باله دكتور احنا بنشوف الوان عجيبه من التدخين يعني بنسمع كل شويه كده شيشة طبعا بعد كده السجاير الإلكترونية مش عارف السجاير الايه التبغ المسخن الايكوس التبغ المسخن الفيب ألوان كتيرة جدا أيوة. وبعض الناس يقول لك دي أقل ضرر من دي أيوة. وإن السجارة الإلكترونية مش عارفة فيهاش نسبة قطران غير النيكوتين الصحة العلمية للكلام ده كله وهل كل الحاجات دي ليها أثار سلبية أيضا حينما أستخدمها أو أدخنها داخل بيتي؟ يعني هو حضرتك الـ الـ زي ما حضرتك أشرت الأنواع الكتير من التدخين دي محاولة من شركات التبغ للتحايل خصوصا في الدول المتقدمة على أن الناس ابتدت تبعد عن التدخين السجاير فابتدوا يبتكروا أشياء أخرى علشان يقولوا للناس أهو ده في حاجة تانية مش ضارة وهي ضارة هي زيها زي ضارة انت لو تعرف حضرتك أنه علاقة السرطان بالتدخين اكتشفت تقريبا بعد 100 سنه من التدخين يعني عشان نكتشف هو لازم يبقى في ملاحظه ودراسه زي ما حضرتك بتقول وابحاث فتقريبا في الستينيات حضرتك بتتفرج على الافلام المصريه كلها وزي ما قالت منى بتتفرج اللي بيدخن عنده مشكله ما كانش في مشكله في الفيلم لا كانوا ما كانوش عارفين ان مشكله التدخين في الستينيات لكن هي التدخين كان في القرن ال 19 مش في القرن ال 20 لا على بال ما اكتشف فهذه المواد اللي موجوده في التدخين الجديد المدخن طبعا في ابحاث بتتعمل هيثبت ما كانش ثبت يعني انه هي اضرارها زي التدخين زي السجاير العاديه و يعني ما فيش شك ان فيها نسبه نيكوتين وفيها نسبه من الاطران برضو وفيها نسبه من مواد احنا ما نعرفهاش صحيح. غريبه سوائل غريبه بتتحط في هذه الاشياء الحاجات دي اكيد اكيد بتسبب اضرار وعلى المدى البعيد زي ما قلنا التدخين بيعمل سرطانات على المدى احنا اتكلمنا على المدى القريب السرطانات بتبقى موجوده مش بس في الجهاز التنفسي في كل أجهزة الجسم تقريبا وبيعمل أضرار في الجهاز الدوري والجهاز والقلب ويعمل جلطات وجلطات مخية في الدماغ فالتدخين بينتشر في الجسم وبيعمل يعني سلبيات كبيرة جدا جدا وأضرار كتيرة جدا لا سبيل لحصرها نرجو ان احنا يعني نبقى واعيين للكلام ده وانا بوجه رسالتي اكتر للي لسه بيفكروا يدخلوا هما دول اللي شبابنا الصغيرين ما ده بيحصل بقى يا دكتور تلاقي الولاد بيتحدوا بعض يا عم انت لسه عيل يا عم احنا كبرنا وجزء بقى من اثبات الرجوله والذات مش الرجوله لان ده عند الولاد والبنات يعني جزء من اثبات انه نضج يعني انهم يشربوا سجاير قدام بعض حتى بتبتدي الاول لغايه ما يتحول لنوع من انواع العاده مش عارفه بقى يعني احنا قعدنا نقول الكلام ده في التلفزيون وقعدنا نقول الكلام ده في الدراما بس هل بيفرق مع الولاد جيل السوشيال ميديا انه يبقى عارف انه التدخين ده مش هيوصله لحاجه
هو معظم مشاهدات حضرتك ايه؟ مشاهداتي حضرتك في العيادة انه اللي بيجيلي الشاب او بيجيلي بيبقى عارف اضرار التدخين بس محتاج لحد يعني يقول له ازاي يبطل تدخين، محتاج لتأكيد هذه المعلومة. لما بيتعرض لأزمة صحية هي دي اللي بتخليه يلجأ الأزمة الصحية. وللأسف ان الأزمات الصحية اللي بتمنع التدخين مش عندنا في الصدر، هي بتبقى في أمراض القلب أكتر، لأن الألم الشديد اللي بيحس بيه مريض القلب بيبقى ألم شديد جدا بيخليه يقول لا أنا مش هدخن بعد كده لما يعرف. لكن في الصدر طبعا بيبقى الضرر تدريجي وعبارة عن صعوبة في التنفس، بتزيد بالتدريج لغاية ما بتوصل لمرض يمكن مش معروف قوي، لكن هو يمكن المرض الثالث في العالم في أسباب الوفاة في العالم، هو السدة الرئوية أو الانسداد الرئوي. وده لازم يجي للمدخن اللي هو بيحس بيه بأعراض اللي هي صعوبة التنفس والنهجان عند الجهد الكبير، وبعدين يحس بيه عند الجهد المتوسط، وبعدين يفضل يزيد لغاية ما يقدرش حتى يدخل الحمام، يحصل صعوبة في التنفس. إضافة للسعال المستمر والبلغم، كل دي أعراض للسدة الرئوية، ومرض صعب جدا ودي أعراض في كل الجسم برضو. وأكيد لازم المدخن، إذا كان المدخن السرطان بيبقى فيه نسبة كبيرة، لكن ده أكيد لازم يجيله السدة الرئوية. طب أخيرا دكتور، لو حد عايز يقلع عن التدخين، ودايما بنشوف المدخنين اللي بيحاولوا إقلاع عن التدخين بيعملوا محاولات وبيفشل وبيرجع مرة تانية ويروح مرة يدخن وبعدين يرجع يبطل، طيب الفئة دي تقول لهم إيه الخطوات اللي ممكن يعني يعملوها عشان ياخد قرار سليم بأنه يخلع تماما عن التدخين؟ أقول له أولا أن أنت كويس، أنت بتحاول دي حاجة كويسة، ومعنى أن أنت بطلت ورجعت أن أنت تقدر تبطل على طول. وأقول له أنه التدخين يعني عايز قرار، والقرار ده تاخده مع أسرتك ومع أصدقائك إزاي، لأن أنت لما وتعلنه، لأن أنت لما تعلنه تقول لهم أنا بطلت التدخين هم هيساعدوك. لو شافوك بتدخن يمكن يقولوا لك اوعى تدخن، او لو صديق رزل شويه ممكن يرزل عليك فتخاف منه. فلازم تعلن ان انت بطلت التدخين، وتحدده بمناسبه مهمه، مناسبه زواجك اذا كانت مناسبه سعيده ليك، تحدده تقول انا من اول عيد جوازي او من اول عيد ميلاد ابني الاول او في رمضان، تاريخ محدد وتعد بيه ان بقى لي شهر بقى لي شهرين بطل تدخين. برضو ده بيتم بالتدريج، يعني الافضل تدريجيا ولا اخد القرار بالامتناع مره والله واحده؟ والله باي طريقه، لكن هو الافضل امتناع مره واحده. خدت القرار بنسيب علبه السجاير وما بنمسكهاش تاني، لكن ان احنا نقعد ندي مواعيد يا دكتور ونقول لسه هنستنى شويه، ده عامل زي الدايت بتاع يوم السبت اللي كل الناس تقول لك هبتدي من اول الاسبوع اللي فات هبتدي من ده، يعني اعتقد ان محتاج حسم. بس انا عايز اقول نقطه برضو على الاقلاع، اللي بيقلع عن التدخين لازم يعرف انه بيعاني. هيعاني من ايه؟ مش بس من المزاج، لا هيحس بسعال اكتر لدرجه هيقول ده الطبيب ده صدره بينضف. صدره بينضف بالظبط كده، فيعني لازم يقاوم الفتره الاولى وهيتخن شويه، خلال شهر هيكون في تحسن، في خلال سنه هيبقى كانه لم يدخن نهائيا. عظيم، كل الشكر ليك الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى صدر العباسيه سابقا. شكرا جزيلا لحضرتك فندم، نورتنا وشرفتنا. نورك نوركم كلكم، شكرا جزيلا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز التاسعه صباحا مع هاله الحملاوي، اتفضلي هاله. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب. وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل لترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.
هذا وقد أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي له بولاية بنسلفانيا. هذا وقد تمكن جهاز الخدمة السرية الأمريكي من قتل مطلق النار، كما لقي أحد الحضور حتفه وأصيب اثنان بجروح خطيرة. وبعد الحادث قال ترامب في منشور على موقع نورث سوشال أنه تعرض لإطلاق نار اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء العنف السياسي بعد واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا. وقال بايدن إن ترامب في حالة جيدة على ما يبدو، لافتا إلى أنه أحيط علما بالواقعة بشكل كامل. هذا وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها، مضيفا أن بايدن تحدث أيضا مع حاكم ولاية بنسلفانيا ورئيس بلدية باتلر. عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب والمشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها بحضور الوزراء المعنيين. وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متصلة قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزاراتهم. أكد مصدر رفيع المستوى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تهريب السلاح لغزة هي تغطية لفشلها في تحرير المحتجزين أو تحقيق أي تقدم في أهداف الحرب. وأضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطني القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها في السلطة، مشددا على أن مصر تمسكت برفع الحصار عن قطاع غزة وحرية حركة الفلسطينيين والانسحاب من محور فيلادلفيا ومنفذ رفح. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن الرؤية المصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في غزة تقوم على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته في دعم تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967. جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا إلى مصر. اللقاء تناول التطورات الخاصة بالحرب على قطاع غزة والجهود المبذولة دوليا وإقليميا لوقف الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتين عن هجوم منطقة المواصي بقطاع غزة والذي أسفر عن مقتل العشرات. كان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن هجوم المواصي كان يهدف إلى قتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ومساعده. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر للحادث معربا عن الشفاء العاجل لترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية. النهاردة بتنطلق مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العالم عالمين، وهي مشاركة بتستضيفها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي، بيكون فيها فرق فنية واستعراضية ومسرحية وحفلات لنجوم الموسيقى بالإضافة لكرنفالات السيرك
ونشاط مبهر كمان بيقدم للطفل ومجموعة كمان من الحرف التراثية لأول مرة هتشهدها مدينة العالمين. التفاصيل هنعرفها من المهندسة رانيا فاي، منسق عام مشاركة وزارة الثقافة بالمهرجان ومدير الإدارة المركزية للنشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. اهلا وسهلا. للعام الثاني بتشارك وزاره الثقافه في مهرجان العالم عالمين السنه دي بعد نجاح مشاركه المهرجان السنه اللي فاتت، قولي لنا التفاصيل والفرق بالمشاركه بين السنه دي والسنه اللي فاتت. وزاره الثقافه حرصت خلال فتره المهرجان السنه دي على تقديم باقه متميزه من العروض الفنيه والاستعراضيه اللي بتعكس ثراء الفنون المصريه وتراثها الاصيل. من خلال أكثر من 100 فعالية فنية متنوعة هتستمر لفترة الست أسابيع إن شاء الله اللي تبدأ النهاردة. محافظات مصر مليانة تراث غني، فرق الفنون الشعبية والاستعراضية بتبقى بتحمل التراث، الغنى، الأزياء، فجايبين أكبر تجمع من محافظات مصر في العالمين. مش محتاج تلف محافظات مصر عشان تتفرج على فنونها، كله متجمع هنا. جميل. في عروض فنية ل 17 فرقة من 17 محافظة، على سبيل المثال فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، فرقة التنورة التراثية. بخلاف بقى هيكون في كرنفال في الممشى السياحي لعروض السجن القومي، تقريبا 8 فقرات يومية تبتدي الساعة 9 مساء إن شاء الله. يليها الفقرات الفنون الشعبية الساعة 10 أو 10 وربع، فاحنا منتظرين الناس كلها تشرفنا إن شاء الله. جميل. برنامج حافل جدا بيقدم كده وجوه مصر الثقافية كلها في العالمين. حابين نتعرف من حضرتك عن طبيعة الشراكة وبروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة في هذا المهرجان. هي مشاركة وزارة الثقافة في المهرجان العالم عالمين ثمرت شراكة قوية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في كثير من المجالات مع قطاعات الوزارة، ودي السنة الثانية اللي بتمتد الشراكة والتعاون في مهرجان العالمين. طبعا الحمد لله الدورة الأولى السنة اللي فاتت كانت ناجحة جدا، والحقيقة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت منذ اللحظة الأولى لبدء الاستعدادات المهرجان على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح المهرجان وخروجه بالصورة الرائعة دي. طيب احنا عارفين ان في زي حضرتك كنت بتقولي ان في فرق للفنون الشعبية بتشارك في المهرجان، ابرز الفرق اللي بتشارك والفرق بين الفرق المشاركة المختلفة. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا فرق من محافظات مصر من الوجه القبلي والبحري، حرصنا ان يبقى في تنوع كبير، يعني في فرق للالات الشعبيه، فرق التنوره التراثيه، فرقه ملاوي، فرق سوهاج، في فرق كثيره جدا، تنوع ثقافي كبير من محافظات مصر. كل فرقه ليها لونها، يعني كل فرقه ليها اغانيها وازيائها وتراثها، فكل فرقه منهم يعني مليئه بال يعني محمله بتراث محافظتها الناس تتفرج عليه. لأول مرة على هامش العالم عالمين هينطلق مهرجان متخصص للطفل، مهرجان نبتة، أنشطة مختلفة، فعاليات فنية وثقافية بتقدم للطفل. مساهمة وزارة الثقافة في هذا المهرجان، مهرجان نبتة ضمن العالم عالمين. بالفعل السنة دي في إضافة جديدة لمهرجان العالم عالمين، مهرجان نبتة للطفل. الشركة المتحدة بصراحة عاملة فيه مجهود كبير علشان الأطفال الموجودين يبقوا طول اليوم مستمتعين بفعاليات كثيرة. إحنا مشاركة وزارة الثقافة هيكون في عربة متنقلة، العربة المتنقلة دي بتبقى فيها إمكانية القراءة، الاطلاع، الورش الفنية المتنوعة. هيبقى في مشاركة، هم الشركة المتحدة حرصت إن هي تشوف وزارة الثقافة على مدار سنة إيه أهم المسابقات الفنية والأدبية اللي بيشترك فيها الطفل وبيفوز فيها، فهم هيستضيفوا بعض الفائزين في أكبر المسابقات الفنية اللي بتقدمها وزارة الثقافة على منصة مهرجان نبتة في شهر أغسطس إن شاء الله. طيب أنا عارفة إن في 5 حفلات هتكون موجودة في المهرجان السنة دي، لو اتكلمنا عن الحفلات وعن مفاجأة فرقة المصريين وعودتهم للرائع هاني شنودة.
طيب دلوقتي فعلا احنا في على هامش بقى الحفلات الكرنفال التراثي والشعبي اللي موجود في الشوارع، هيبقى في 5 حفلات مميزه جدا في المسرح الروماني في المدينه التراثيه، منهم طبعا باند المصريين المايسترو العظيم هاني شنوده، وطبعا احنا بنشهد عوده كبيره لباند المصريين، فاحنا حبينا نحتفي معاهم بباند مصري اصيل ليه عمر كبير جدا جدا، فهو هيكون موجود ان شاء الله معانا. بخلاف بقى في برضو عروض الاراجوز وخيال الظل، وهيكون في اوبريت الليله الكبيره كلنا بنتفرج عليه وبنحبه كبار وصغيرين طبعا، وفي برضو فرقه اسمها بيب باند دي للالات النحاسيه والالات النفس، دي برضو ماتشنج مع جو الساحل والشباب وكده. دول الخمس حفلات اللي ان شاء الله يعني نتوقع ان يشهدوا اقبال كبير ورضاء من الناس ان شاء الله. كمان في اهتمام باشمهندسة بالحرف التقليدية والتراثية طبعاً. ليها نصيب في مهرجان العالم عالمين، وناس كتيرة جدا بيحبوا شغل الحرف التراثية التقليدية اللي هي كمان بتعبر عن الهوية المصرية من مختلف المحافظات. كلمينا عن مشاركة وزارة الثقافة في هذا الجانب تحديدا الحرف التراثية. برضو ده جزء جديد السنة دي، برضو كان في رغبة مشتركة من الشركة المتحدة، واحنا طبعا لبينا اول ما طرحت الفكره. احنا في جناح للحرف التراثيه، مركز الحرف التقليديه بالفسطاط، ده مركز معني بالحفاظ على التراث. صحيح. بيقدم حرف كتير زي الخزف والنحاس والحلي والقشره والصدف خيميه نسيج، فكل ده ان شاء الله بنجهزه، هيبقى موجود ابتداء من اول اغسطس في المدينه التراثيه في ارض المعارض. هيبقى في جناح باذن الله كبير، وهيبقى مفتوح للبيع للجماهير باسعار مناسبه جدا، هيبقى على هامش الحفلات، الناس تروح تتفرج على الحفله وتدخل المعرض وتشوف تراث، تتعرف على التراث والاصاله المصريه العظيمه. كل الشكر لحضرتك المهندسه رانيا فايق، منسق عام مشاركه وزاره الثقافه بمهرجان العالم عالمين، ومدير الاداره المركزيه للنشاط الفني بصندوق التنميه الثقافي. ودلوقتي خلينا نروح إلى العالمين ونتابع آخر فعاليات المهرجان مع زميلنا محمود جميل. يا محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليك يا محمد، وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم وسط الأجواء الحلوة وحالة الطقس الجميلة في المدينة الساحرة في مدينة العالمين الجديدة، والحقيقة عدد كبير من الفعاليات اللي كنا موجودين فيها امبارح واللي لسه منتظرينها في الأسبوع الثاني إن شاء الله من مهرجان العالم عالمين، وبالإضافة إلى طبعا كل الفعاليات الثقافية اللي كنتم بتتكلموا فيها وهنتكلم فيها اكيد. لكن خليني اقول لكم ايه اللي حصل كده من امبارح لحد النهارده، لانه الحقيقه امبارح يعني كان في بعض الفعاليات الجميله اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديده، ويمكن هبدا بالفعاليه الخاصه بالحيوانات الاليفه. ولما كنا بنتابع من بدايه الاعلان عن النسخه الثانيه انه من ضمن المهرجانات اللي هتكون موجوده هيكون موجود مهرجان للحيوانات الاليفه، فما كناش فاهمين بالظبط ايه اللي ممكن يكون موجود وإيه اللي هيحصل ليهم. لكن الحقيقة احنا امبارح لما كنا موجودين اتفاجئنا بالفعالية وبالأجواء الممتعة للحيوانات، تحديدا الكلاب لما كانت موجودة، وكان في جو كده من الألعاب الترفيهية من الفاشن شو للكلاب، ودي طبعا هدف أساسي لكل الناس اللي هي طبعا بيكون معاها كلاب وحابة ان هي تيجي تقضي وقتها في مدينة العالمين الجديدة، او ان هي تحضر طبعا فعاليات مهرجان العالمين. وأي حد من الأسر هيكون معاه طبعا الكلب، فهيكون موجود يقدر أنه هو يسيبه في المنطقة الترفيهية اللي موجودة ومخصصة للحيوانات الأليفة، وهيتم الاهتمام بيه والعناية بيه بشكل كامل. يعني إحنا كنا امبارح الحقيقة شايفين دلع غير عادي للكلاب اللي موجودة، وكان اهتمام بقى بالعناية الشخصية، وكانوا عاملين لهم الحقيقة عرض فاشن شو، كانت كل الكاميرات بتصورهم وكانوا بيلعبوا في المنطقة المخصصة ليهم،
وفي عناية ليهم من أول ما بيتم طبعا تسليم الكلاب للجهة المنظمة أو للشركة المنظمة للفعالية، بيتم طبعا الكشف عليهم الأول طبيا بحيث التأكد من عدم وجود أي أمراض معدية، ثم كمان بيكون في حد مهتم بالعناية الشخصية للكلاب. فالحقيقة الفعاليات دي كانت مهمة جدا، ودي الميزة بقى في مهرجان العالمين الجديدة وهو التنوع في الفعاليات. كنا بنتكلم معاكم طبعا عن مهرجان نبتة للأطفال، فبالتالي الأسر اللي هتيجي مدينة العالمين الجديدة الحقيقة هتلاقي تنوع في كل الفعاليات. الأطفال هيقدروا ان هم يكونوا مبسوطين بالفعاليات اللي موجودة، كمان لو هم معاهم حيوانات او حاجة هيقدروا يسيبوها، وكمان هم كمان يستمتعوا بالألعاب الترفيهية اللي موجودة. الفعاليات التانية كانت خاصة بكرة القدم، وخلينا اقول لكم بالمناسبة انا موجود فين دلوقتي. انا موجود في مدينة الألعاب الرياضية اللي بتستضيف الفعاليات الرياضية في مهرجان العالمين. والحقيقة احنا السنة اللي فاتت كنا تابعنا الفعاليات الرياضية كانت موجودة على النورث سكوير على الشاطئ، لكن الحقيقة السنة دي ونظرا للإقبال اللي كان موجود في النسخة الأولى على الفعاليات الرياضية ونجاحها، إدارة المهرجان والشركة المتحدة خصصت المساحة الكبيرة اللي احنا موجودين فيها دي للألعاب الرياضية. أنا من خلفي هيكون في طبعا ملعب كرة القدم، هيكون عندنا ملعب كرة السلة، عندنا الكرة الشاطئية، عندنا البادل، عندنا كمان مساحة مخصصة للكيدز إيريا، وده خاص طبعا هيكون خاص بمهرجان الأطفال مهرجان نبتة، بحيث كل الأنشطة الخاصة بالأسرة والعائلة والأطفال هتكون موجودة طبعا في هذه المساحة وفي هذه المدينة. الحقيقة المدينة مصممة أو يعني خصصت للنسخة التانية. وخلينا أكلمكم عن ملعب كرة القدم اللي استضاف امبارح أولى فعاليات كرة القدم، كانت مع كابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت السابق، وكان الحقيقة في امبارح فعاليتين على ملعب كرة القدم. الفعالية الأولى كانوا بيسموها اقطع من كابتن محمود، دي كانت تحدي لأكتر حد هيقدر يقطع الكرة من كابتن محمود عبد الحكيم، فالحقيقة كان في تحدي كبير جدا، وكنا شايفين بعض الأسر وبعض الأطفال اللي كانوا موجودين، ولما حتى سجلت معاهم أحد الأطفال قال إن يعني بابا كان شاف الستوري موجودة فعلى طول جه هنا هو والأولاد علشان خاطر هم بيحبوا طبعا كرة القدم وبيحبوا إن هم يكونوا موجودين، فهو كان مبسوط بالأجواء اللي موجودة ودخل في التحدي، وكان في أحد طبعا المشاركين فاز بالجائزة المالية. كان الفعالية التانية كان طبعا تحدي السرعة أو أسرع لعيب، كان في قياس طبعا لمدى سرعة أسرع واحد هيكون موجود في التراك بتاع الملعب، فده بالطبع يعني هيكون ليه جوائز. وبالفعل أكتر حد حقق سكور عالي في السباق هو طبعا اللي حصل على الجائزة. المميز في الموضوع هنا ان احنا كان كل عشاق كرة القدم اللي موجودين حتى في مدينة العالمين والشباب اللي كانوا موجودين والناس اللي بتحب الكرة كانوا حابين ان هم يكونوا موجودين في هذا التحدي ويخوضوا هذا التحدي. طبعا المدينة دي هتشهد بطولة كرة السلة الاسبوع ده ان شاء الله، وطبعا كلنا في انتظار الحفل الفني التاني بقى في الاسبوع التاني هيكون للقيصر كاظم الساهر، فبالتالي متوقعين انه يكون في اقبال شديد جدا. اخيرا بالنسبة للفعاليات الثقافية اللي كنتوا بتتكلموا فيها، هتنطلق النهاردة من المدينة التراثية، هتكون طبعا الحفلات أو البرنامج الثقافي منقسم لجزئين، الجزء الأول هيكون في المدينة التراثية عبارة عن حفلات ومعارض ثقافية والمسرح الروماني طبعا، الحاجة الثانية هتكون على الممشى السياحي بحيث الفرق التنورة وفرق الفنون الشعبية اللي هتكون مشاركة. فالحقيقة احنا عندنا فعاليات الأسبوع ده كبيرة جدا، وعندنا يعني حماس شديد ان احنا كمان نشوف باقي الفعاليات اللي جاية، وبندعو كل الناس وكل الزائرين ان هم يقبلوا على مدينة العالمين الجديدة ويشوفوا المنظر الرائع، الأبراج والبحر الجميل اللي موجود مع حالة الطقس الحقيقة والهواء جميل النهاردة. فيعني بندعو كل الناس الحقيقة ان هم لما ييجوا مدينة العالمين الجديدة هيستمتعوا جدا بالأجواء الساحرة في مهرجان العالم عالمين. دي الصورة من مدينة العالمين الجديدة، برجع لكم في الاستوديو مرة تانية منا ومحمد. يعني صورة لا أحلى ولا أروع، أجواء جميلة ومبهجة وممتعة. أنهلنا كده بجمال محمود جميل مراسلنا من العالم عالمين ومن مهرجان، زي ما هو قال لنا أنشطة فنية ثقافية رياضية في كرة القدم، كمان مهرجان الحيوانات الأليفة أنشطة ثقافية، يعني نقدر نقول كده كل الألوان موجودة في العالم عالمين، مناسبة لكل المصريين لكل الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. احنا بنتكلم على مهرجان يعني فعلا
بيضع مدينة زي مدينة العلمين على خريطة السياحة العربية والعالمية كمان، أكتر من 300 فعالية فنية وثقافية ورياضية، 6 مهرجانات متخصصة إلى جانب المهرجان الأساسي والأكبر في العالم عالمين، المسرح، مهرجان خاص للأطفال، مهرجان نبتة، مهرجان للطعام، مهرجانات مختلفة وألوان مختلفة بترضي كل أذواق الأسرة المصري. دلوقتي نروح مع حضراتكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا مع هالة الحملاوي، اتفضليها. شكرا محمد، وخليني أخدكم كده من أجواء العالم عالمين لعالم الرياضة. أهلا بكم في موجز لأهم أخبار الرياضة محليا وعالميا. النادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وده بعد الفوز على بيراميدز 3-2 في الدوري الممتاز. عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الفنية، وخاض اللاعبين اللي لم يشاركوا بلقاء بيراميدز تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف المدير الفني، واختتم كولر التدريبات بتقسيمها. سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أدى فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران واللي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلدية المحلة في مسابقة الدوري. كمان واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق البرنامج التأهيلي المخصص ليه من الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة اللي كان بيعاني منها. وفريق سموحة حقق الفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز. وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 45 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلي عند النقطة 33 محتلاً المركز 12. منتخب اسبانيا خاض مرانو الاخير قبل السفر لبرلين لمواجهه منتخب انجلترا في نهائي بطوله كاس الامم الاوروبيه يورو 2024 على الملعب الاولمبي. شهدت التدريبات مشاركه جميع اللاعبين باستثناء الثنائي بادري وايوزي بعد خروجهم من قائمه نهائي اليورو بسبب الاصابه. كمان منتخب انجلترا خاض تدريبه الاخير في معسكر الفريق في بلاكنهاين قبل السفر لبرلين لخوض المباراه النهائيه لبطوله كاس الامم الاوروبيه 2024. شارك امبارح جميع لاعبي المنتخب الانجليزي البالغ عددهم 26 في التدريبات الكامله. نادي بشكتاش التركي اعلن ضم ايمولي نجم فريق لاتسيو لمده موسمين بتنتهي في صيف 2026، وده بعد ما قضى 8 مواسم في صفوف الفريق الايطالي. كمان نادي نابولي الايطالي اعلن تعاقده مع المدافع اليساندرو بونجورنو قادما من تورينو، وده خلال سوق الانتقالات الصيفيه الحاليه. وقع اللاعب عقد مع نادي نابولي لمده 5 سنين عشان يستمر مع الفريق لغايه عام 2029. كمان نادي انتر ميلان الايطالي اعلن تعاقده مع المهاجم مهدي ترمي بعقد لمدة 3 سنين في صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وده بعد نهاية عقده مع ناديه السابق بورتو البرتغالي. ناس كتير جدا بتصحى حاسة ان هي ما عندهاش اي طاقة، تصحى تعبانة ومرهقة ومش عارفة تبتدي يومها اللي هو لسه أصلا ما ابتداش، فبتلجأ على طول إنها تفكر في حاجة تعزز طاقتها، وتتجه بقى اتجاه مشروبات الطاقة، مشروبات ومنتجات بيلجأ ليها ناس عشان تقدر فعلا تحس إنها عندها طاقة وتحس إنها مركزة، ويمكن ده علشان فيها كافيين مرتفع. لكن هل ده ممكن يسبب في آثار صحية ضارة؟ هل ده ممكن فعلا يأثر على معدل ضربات القلب أو يزود ضغط الدم؟ ده دراسات كتير أثبتته ووصت إنها
نستبدل مشروبات الطاقة دي بمشروبات صحية. حقيقة منا مشروبات الطاقة يا رب يكون ده فيه فعلا بدائل صحية بدل مشروبات الطاقة اللي هي انتشر بشكل كبير جدا ما بين الشباب. احنا ملاحظين الفترة اللي فات الشباب كتير جدا بيشرب بمشروبات الطاقة دي زي ما بيقولوا كده عمال على بطال، وكأنها يعني زي العصاير كده أو المشروبات الغازية. ليها أضرار كبيرة جدا على الصحة، هل في بدائل صحية آمنة أحسن منها ولا لأ؟ هنعرف تفاصيل أكتر مع دكتور مروة نوح استشاري التغذية العلاجية اللي منورانا ومشرفانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا صباح منورانا. الفل، أخباركم إيه؟ كله زي الفل. فايقين ولا عايزين طاقة؟ عايزين مشروبات طاقة. صاحيين الساعة 5 الفجر فعايزين مشروبات طاقة. مشروبات الطاقة ليه انتشرت قوي كده بين الشباب؟ مش ملاحظاها؟ موضة. بس عايزة أقول إنها ابتدت في أمريكا سنة 49 على فكرة، من زمان جدا، وفي يوروب في 87، بس ابتدت من 97 في أمريكا. شركة مشهورة جدا، يمكن أشهر شركة احنا عارفينها، ابتدت تعمل بروموشن أو إعلانات قوية جدا، فابتدى يبقى ترند أو موضة. فهي موضة مش أكتر. هي في الآخر هي عبارة عن كافيين مركز، بس الكافيين يمكن تسألني زي القهوة ولا لا؟ لا، القهوة ليها فوائد تانية، مضادات أكسدة وفوائد تانية كتير، لكن المشروبات الطاقة بتختلف، ممكن نسبة الكافيين يبقى كتير فيها جدا. بعدين الولاد بتشربها كتير لأنها عصير، يعني زي عصير أو حاجة لعبة بالزبط. فبيشربوها كتير جدا. فيها حاجات تانية موجودة ما بتبقاش كافيين بس، بيبقى فيها نسبة سكر عالية جدا زي المسكرة، فيها مثلا من 7 إلى 10 معالق سكر في الكعن في الواحدة. وفيها طب ما هي طبيعي تدي طاقة. لا، ما هي بتدي طاقة الكافيين مع السكر كومبينيشن دي صح. وفيها حاجات تانية زي فيتامين بي، فيتامين بي من الحاجات اللي بتولد طاقة. فيها حاجات زي تورين، شوية أحماض أمينية بسيطة. في حاجة اسمها جورانا، جورانا دي حاجة كده عشب بيدي كافيين تاني. مروة دي بدائل ولا دي حاجات موجودة في مشروبات الطاقة؟ حاجات موجودة في الانرجي درينك كومبينيشن دي، الجينسنج، الكيراتين. ففيها حاجات كتيره كومبينيشن بتاعت مجموعه حاجات معينه بتولد طاقه. فالولاد الفكره انهم واخدينها ترند، وعلى فكره ثلثين اللي بيستخدموها في العالم من التينيجرز بالظبط، عشان تبقوا عارفين. فهي طالعه موضه اكتر، بس ليها اضرار كتيره جدا زي ما انت قلت. ويمكن الجمعيه الامريكيه للاطفال حذرت من استخدامها للتينيجرز لغايه سن 17 18 سنه اصلا. هتلاقوا اغلب اللي بيستخدمها، انا بتكلم في مصر كمان، السن ده بالذات اللي هما ممنوع ان هما يستخدموها، لانها بتاثر جدا على القلب زي ما قلنا، على الضغط، على ضربات القلب، على كمان الولاد تاخدها عشان تفوق وعشان طاقه. هي اكشلي بتهايبرهم بالذات لما بياخدوها زياده. يعني عملوا ستاديز وعملوا حاجات، لقوا ان العيال بتبقى اجريسيف جدا، ممكن يبقوا عصبيين جدا، ما بيناموش كويس. مش بتاثر على الميتابوليزم؟ يعني ما هم مش هيناموا كويس فجسمهم الميتابوليزم اللي هياثر عليه السكر. دي نسبه سكر عاليه جدا بتاخديها. طبعا بتزود ضربات القلب، بتعمل شويه ديهايدريشن بالذات الولاد الرياضيين. رغم ان هي كانت معموله، ممكن تعمل لهم جفاف يعني بالظبط. رغم ان هي كانت معموله عشان يدوا طاقه قبل التمرين وقت، بس طبعا ان الكافيين بيعمل اضرار للبول شويه، ممكن يقلل الصوديوم شويه مع الحر اللي احنا فيه، ممكن يحصل ديهايدريشن فيأثر على القلب ويأثر على البرفورمانس او اداء الرياضي احسن ما يزوده زي ما هم فاهمين. عايزين نقول في الاخر الاعتدال، يعني هم لو نفسهم فيه هو زي ما احنا قلنا الكافيين موجود. لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، تقوليش لو نفسهم فيه ياخدوه. لا، ما هو المفروض ان هو ما يستخدموش لغايه 17 18 اصلا. فاتكلم على العادي، الاعتدال مطلوب، يعني ما يبقاش زي ما كنا بنتكلم ان هم طول ما هم ماشيين بيجيبوه ده الريجولر كل يوم. طب الاعتدال يا مروه ازاي؟ يعني مسموح لو نقدر نقول كده بشكل امن اتناول مشروب الطاقه قد ايه مثلا في الاسبوع؟ لو انا عليا انا مش عايزاه خالص، تمام، بالذات لغايه التينيجرز كلهم ممنوع تماما. تينيجرز اللي هم لغايه 60 سنه، لغايه 18 سنه. لا، لان كمان انت ممكن حد بيبقى بياخده يبقى فيه هيستوري في العيله لامراض قلب، فقلبه يبقى معرض اكتر فيتاثر اكتر. لان لقوا ان لما بيخشوا ناس كثيره جدا بتخش الرعايه او بتخش المستشفى نتيجه مشروبات الطاقه على فكره. فلقوا ان بيعملوا رسم قلب بعد ما بياخدوا مشروبات طاقه، رسم القلب بيبقى متغير. فهو اللي فيه تاثير قوي غير القهوه خالص. طب ده اللي بياخدها بشكل يومي مثلا او في اليوم اكتر من مره؟ طب المسموح مثلا لو انا اتعود او حد اتعود انه يشرب مشروبات طاقه مره في الاسبوع؟ مره في الاسبوع كفايه جدا عشان اتجنب اضرار. لان كل برضو الاستاديز بتقول مع استخدامها اليومي، يعني حتى لو كان واحد في الاسبوع، مع استخدامها اليومي كل المشاكل بتحصل. مشاكل في الكلى، مشاكل على فكره ممكن تجيب كمان جلطات في المخ وتشنجات.
ده عشان ايه؟ عشان رفع درجه ضغط الدم، فممكن رفع ضغط الدم وكميه الكافيين كونسنتريتد جدا مع مواد تانية اللي قلت بقى فيها كافيين مع السكر مع المواد التانية اللي محطوطه، هي مش كافيين بس القهوه كافيين بس ما فيهاش حاجات تانية مع مضادات اكسده. فاستخدامها يوميا هو اللي بيعمل مشاكل. لكن زي ما بقول الولاد عشان برضو جربوها مره خلاص، لكن مش كل يوم، مش كل يوم. وبعدين نسبه الكافيين بتختلف من نوع لنوع. طب. هما مش هيبقوا فاهمين. في انواع كافيين معقول اكنها فنجان قهوه، وفي الدبل فاكنها فنجانين قهوه، ونسبه الكافيين للتينيجرز او للاطفال اصلا المفروض تبقى اقل مننا. مش معقول هتبقي معانا. ومش هسالك عن الوزن، ده ممكن ياثر على وزن الولاد او على وزننا احنا كمان؟ طبعا، لان كمان الكافيين الكتير بيزود من مقاومه الانسولين. والسكر كمان حضرتك قلتي فيها السكر عشان زي السكر. 7 معالق سكر، والكافيين في حد ذاته حتى لو من غير سكر عشان بس نبقى عارفين بيزود من مقاومه الانسولين. حتى احنا في القهوه الكتير نقول انها ممكن تزود محيط الخصر وتزود تعمل مقاومه انسولين، رغم ان الكافيين المفروض انه بيزود الحرق لو اتاخد بنسب معقوله، بس كتير منه ممكن يعمل مقاومة انسولين غير السكر اللي قلناه. فأضرار من كل حتة، أضرار على الكلى، ولقوا برضو حتى اللي في سننا الناس العادي اللي هي مش تينيجرز بيستخدموها يوميا، لقوا ان مثلا وظائف الكلى ارتفعت، يعني حصل تأثير على الكلى. فهي ليها أضرار كتيرة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. من الأضرار برضو الكتير أو الشائعة وكذا حد من أصحابي فكرة ضربات القلب، يعني هو بيشربها ممكن كل يوم، من طبيعة شغله بتتطلب انه يسهر كتير، فبيحس بيقولي لما برجع البيت وانام احس بزي خفقان كده او صح. ضربات قلبي احنا زي ما قلنا كمية الكافيين الموجودة، وبعدين الناس ما بتاخدش الكافيين من الانرجي درينكس بس، يعني لازم حتى التينيجرز او الناس اللي بتشتغل ممكن يكونوا بياكلوا شوكولاتة، شوكولاتة فيها كافيين، ممكن يكونوا بيشربوا شاي، شاي فيه كافيين، ممكن يكونوا بيشربوا مياه غازية فيها برضو كافيين، وبيشربوا مشروبات طاقة، فكمية كافيين مرعبة أعليهم وأوحشهم في مشروبات الطاقة، لأنها فعلا بتزود ضربات القلب، بتزود ضغط الدم، بتأثر على الأوعية الدموية اللي في القلب، بتأثر بعد كده إحنا بناخدها عشان زي ما قلنا تفوقنا وكده، بتأثر بتعمل irritability أكتر أو anxiety اللي هي توتر أكتر، عصبية أكتر، قلة نوم أكتر، فقلة النوم تزود القصة دي. فأضرارها كتير. ما نرجع للحاجات الطبيعية يا جماعة اللي عندنا. أيوة. يعني إحنا ليه بنروح للحاجات على طول المصنعة المقفولة في حاجة اللي أنا مش عارفة جواها إيه؟ ما ناخد طبيعي، كوباية الشاي باللبن بتاعت الصبح، كوباية الشاي الطبيعية، كوباية الشاي الأخضر، القهوة التركي، أنا بالنسبة لي دي أكتر حاجة طبيعية، البن المطحون قدامنا ده، ناخد نسبة كافيين معقولة في اليوم، ناخد فوائده لأن الكافيين له فوائد زي التركيز وإن إحنا نفوق. ليه تملي بنلجأ للترانس وليه الحاجات اللي محطوطه مش عارفين مكوناتها؟ يعني انا ما قلت لكم انتوا بالنسبه لكم مشروبات الطاقه عباره عن كافيين بس، هي مش كافيين بس، هي كافيين وحاجات تانية مقفوله في كان انا مش عارف فيها ايه، فيها نسبه صوديوم عاليه، فيها نسبه سكر عاليه. طب ما نروح للحاجات الطبيعيه ونستخدمها وناخد نفس الفوائد اللي احنا عايزينها. طيب كتير من الرياضيين بيفكروا في انها ممكن تكون البديل الامن والاسلم للمنشطات اللي هم بياخدوها قبل تمرين او قبل بطوله، انها تحت الامبريلا بتاعه المنشطات ولكن هي مسموح بيها وما بتعملش مشاكل في تحليلات. هل ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه؟ طبعا، هي زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان احنا هي اتعملت لكده، هي كانت معموله عشان تزود البرفورمانس او الاداء الرياضي، بس زي ما قلت احنا ممكن تاثر سلبي بقى انها ممكن تزود لما بتستخدم على اللونج ران ولا في استخدامها في وقتها. ما هو لما بتستخدم كل يوم، ما هو لو اخذ مره هيبقى خلاص، لكن لو هي ده بقى روتين كل يوم قبل التمرين، لا انا ممكن اعمل حاجات كتيره جدا تفوقني وتديني طاقه في التمرين، ممكن يبقى فيها كافيين برضو زي شوط القهوه مثلا. لو حطيت شوط قهوه طبيعي مع لبن خدها قبل التمرين تعمل نفس الايفكت. لو خدت فيتامين بي زي اللي موجود، خدته في صوره فيتامين بي من الحاجات اللي ما بتتخزنش في الجسم، امن في منه راس تحت اللسان او كده، فيتامين بي كومبلكس يولد الطاقه. لو كلت كويس بقى بعد كل ده كل ده هيولد طاقه كويسه جدا. لو خدت زي ما بنسميه البري ورك اوت سناك او الاكل المفروض اخده يولد لي طاقه قبل التمرين بنص ساعه، كل ده هيزود من الاداء الرياضي. لكن حلقه لزي منشطات او لزي حاجات شبه المنشطات بس مش منشطات، كل ده مستحيل. زي ما قلنا ضربات القلب بتتاثر، اداء القلب بيتاثر، ضغط الدم بيتاثر، ولو في هيستوري في العيله او تاريخ مرضي بامراض القلب ممكن جدا، عشان كده بيحصل مشاكل وبنسمع كوارث. ممكن الشاب او الشابه ما يبقوش عارفين مش واخدين بالهم، فيبقى هم عرضه اكتر للتاثير من صاحبهم او صاحبتهم اللي استخدموها.
كده. تاني حاجه زي ما قلت في الحر بالذات للناس اللي بتلعب رياضه في الحاجات المفتوحه هي بتقلل من الصوديوم في الدم فبتعمل زي خلل في البلاد فوليوم فممكن جدا تاثر على الاداء الرياضي وعلى القلب وعلى الضغط. فهي مش مطلوبه خالص مش برجحها خالص عشان تزود من الاداء الرياضي لان عندنا 100 حاجه ممكن تحسن من الاداء الرياضي غير مشروبات الطاقه. البدائل زي ما حضرتك قلتي مهمه جدا وافضل بديل للقهوه. بس الجيل الجديد او الشباب ما بيحبش يشرب قهوه يقول لك انا بحب اكتر زي ما حضرتك قلتي من شويه فكره الترند وهم طبعا بيعملوا ماركتنج او تسويق طبعا للمنتجات بشكل يجذب اكتر المراهقين. طب انا اضبط المساله دي ازاي مع ولادي او لقيت حد بيبتدي يعني يتناول مشروبات الطاقه واني اخليه لا ما يكملش في موضوع مشروبات الطاقه؟ طيب بص الموضوع ده طبعا موضوع يعني عام وفي كل الدنيا هو لازم الوعي ثم الوعي ثم الوعي. الوعي من البيت اول حاجه ولازم الاقناع لاولادنا نوريهم فيديوز نوريهم الولاد دي مثقفه جدا ومفتوحه على العالم اكتر مننا نوريهم حصل مشاكل صحيه ازاي الولاد بتخاف مش لازم يحصل لصاحبهم او صاحبتهم اللي جنبهم. دي حاجه مهمه قوي دي مهمه جدا. فلو عرفوا لو عرفوا الجيل ده ذكي برضو هو صحيح ماشيين ورا الموضه بس ذكي جدا لو عرفوا الاضرار وشافوا الناس اللي راحت المستشفيات الناس اللي توفت بسبب مشروبات الطاقه ويمكن سمعوا عن كده وقروا اضرارها بجد هيخافوا يشربوها. فمفيش اي حاجه ان احنا نقدر نمسك ولادنا فيها غير الوعي والوعي يبقى شامل يعني وعي المدرسه وعي النادي وعي الامهات مع بعض وعي الولاد مع بعض كل وعي التلفزيون ان هو يوصل الرساله دي. فهو الوعي والكلام الكتير وتوضيح الاضرار اكتر من الفوائد لان هم بياخدوها ليه عشان فوائد بيقولوا لبعض لو الاضرار اتقالت لبعض هيبعدوا عنها سواء مشروبات الطاقه سواء المياه الغازيه طب سواء زي ما كنا بنتكلم في حلقات كتير اتكلمنا فيها الجانك فود والاكل الغلط والاكل المحمر مش كده الامراض كترت جدا يا جماعه يعني عندنا الولاد بيجونا بامراض ما كناش بنسمع عنها سن صغيره كمان سن صغير جدا ما كناش بنسمع عنها خالص. فالوعي ثم الوعي ثم الوعي للبيت ده على السكيل الصغير للمدرسه للتلفزيونات الوعي بينزل لاولادنا بيتعلموه فمفيش حل او سبيل غير كده. طيب يعني خليني اخد منك كده تصريح تحت 18 سنه مش مسموح لهم ابدا بمشروبات الطاقه فوق 18 سنه ممكن ياخد مره في الاسبوع يعني والسن اللي مش مسموح له برضو يمكن كبار السن يعني الناس اللي عندها مشاكل صحيه مزمنه زي امراض القلب امراض الكلى امراض الضغط كل الحاجات دي مش مطلوب منهم يستخدموها خالص ولا مره ولا مره او انا مش فاهمه يعني احنا لو فكرنا مره ليه هي ليه يعني ليه المفروض نستخدمها يعني انا عمري ما شربتها مثلا ليه المفروض اشربها يعني لو فكرنا اللي هي فكره هتخليني اركز اكتر حد مثلا عنده شغل او شيفت معين طبيعه شغله تخليه يعني يطبق ساعات او يشتغل ساعات طب اخد كوبايه شاي على فكره يعني كوبايه شاي بتاعتنا الجميله دي بالنعناع يعني ايه مشكلتها يعني ليه سبناها وعمالين ندور على بدايل غير صحيه مؤذيه. انا من رايي التصريح بتاعي احنا مش لازم نشربها كلنا خالص يعني هي مش حاجه مهمه جدا في حياتنا ولا حاجه ليها اي فوائد. كوبايه الشاي كوبايه القهوه التركي بتاعتنا الطبيعيه المظبوطه ناخد فوائدها ونبعد عن اي حاجه مصنعه مش عارفين مكوناتها ايه. اكيد مروه دكتوره مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه بننبسط لما تكوني موجوده معانا منورانا ومشرفانا. ميرسي جدا شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا يا محمد. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا النهارده في صباح الخير يا مصر. بكره نشوفكم في نفس الميعاد من 7 صباحا دايما بخير وصباح الخير يا مصر.